مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه النهارده عندنا فيها مجموعه من الاخبار المتنوعه والملفات المهمه اللي هنفتحها ايضا مع حضراتكم، وعندنا كمان اخبار مهمه على الساحه العالميه هنتوقف عندها، نحل ونقرا المشهد العالمي لانه اصبح متصل بكل شيء تقريبا متعلق بحياه الافراد والشعوب في كل دول العالم. هيكون عندنا وقفه كمان النهارده عند عدد من الاخبار المهمة والرسائل الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدمها النهاردة خلال افتتاحه عدد من المشروعات الصناعية هنتوقف عندها، وعندنا أيضا خبر بنتابعه الحقيقة منذ الأمس متعلق كمان بأكبر مركز لزراعة الأعضاء في المنطقة، وده بيمثل نقلة نوعية كبيرة مش بس على الصعيد الصحي ولكن على صعيد التفكير أيضا المستنير. هتوقف كمان النهاردة عند اليوم الإعلامي للسياحة، والنهاردة كمان كان في لقطات لطيفة جدا 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 على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها ان احنا شفنا اعداد كبيره قوي من المصريين توجهوا لكتير من المتاحف المصريه، وكان في طوابير اكيد شفتوها حضراتكم على السوشيال ميديا قدام المتحف المصري، وكان طبعا كان في اعلام من الدوله المصريه انه تقديرا لهذا اليوم واحتفاء بتراثنا الكبير، فكل المتاحف المصريه مفتوحه في كل انحاء الجمهوريه وبالمجان، وده شجع ناس كتيره قوي قوي ان هي تروح النهارده وتزور هذه المتاحف. احنا النهارده كمان في اليوم العالمي للسياحه هنتوقف عند هذه المشاهد، وكمان هنقرأ شوية في المشهد العام المتعلق بالسياحة في مصر، ما الذي نحتاجه، ما الذي يمكن البناء عليه، ايه كمان اللي ممكن يتحقق خلال العامين القادمين، خاصة ان احنا لدينا تطلعات كبيرة كما قال رئيس الوزراء قبله، وكمان تصريحات من كل اركان الدولة بتهدف الى ان احنا نصل الى اكثر من 30 مليار دولار كعائدات لقطاع السياحة، واللي اصبح كمان في ظل الازمة العالمية بنبص ليه كاحد اهم الروافد الجاذبة للربح السريع في هذا الزمن المضطرب. خلونا نبدأ مع حضراتكم النهاردة مع نشاط السيد الرئيس، وكمان أعتقد أن احنا نتوقف عند بعض التصريحات المهمة لأنه السيد الرئيس النهاردة أشار بشكل مباشر خلال افتتاحه لعدد من المناطق الاستثمارية والصناعية في مصر، أشار إلى عدد من النقاط المهمة. أولا يمكن أشار إلى أنه حجم القطاع الخاص في مصر بيصل إلى 75%، وقال أنه عكس كثير من الناس اللي يتصوروا رقم غير ده. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات النهاردة قال انتوا بما معناها كمان بشكل واضح وصريح وبشكل يبعث ربما الاطمئنان لكل من يستثمر او لكل من يملك مصنعا في مصر انه سيتم حل مشاكل المستثمرين، وكان جد جدا في هذا التعليق المتعلق ايضا بانه سيتم الانتهاء بشكل جدي، وقال احنا جادين في مسائل المستثمرين بما فيها مستلزمات الانتاج خلال الشهرين القادمين هيتم حل كل الازمات المتعلقه بيهم. كمان وجه التحية والتقدير والدعم لكل من يعمل على تذليل العقبات، ومنهم الهيئة العامة للاستثمار والجهد المبذول، وكمان وجه التحية لرجال أعمال ورجال الصناعة في مصر، وقال كل التحية والتقدير وكل الدعم ليهم، وطبعا أثنى على جهودهم في حل مشاكل المستثمرين. وأيضا كان في إشارة إلى أنه السيد الرئيس أشار بشكل واضح انه الدوله بتعمل على تقليل من ازمات او من تاثير الازمات العالميه سواء ازمه فيروس كورونا ما تبعها طبعا من تاثيرات الحرب، وقال انه حتى الاقتصاديات الكبيره والدول الصناعيه الكبرى تعرضت للعديد من الضربات رغم ما تحمله او ما تملكه من موارد كبيره، إلا كان يمكن هناك الإشارة إلى أنه فكرة أنه مصر ستعمل جاهدة على تقليل هذه الأزمات بشكل كبير جدا وتأثيراتها علينا، وقال أنه ربما الصورة تتغير وتتضح بشكل كبير خلال الشهرين القادمين. خلونا نستمع لكلمات السيد الرئيس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نحن زيارتنا النهاردة الهدف منها إيه؟ الهدف منها أن احنا نأكد أن احنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعة في مصر وبدعمها، وأيضا بتسهيل كل المعوقات أو المصاعب اللي ممكن تكون بتقابلها، لأن احنا مش بعيد عن الواقع اللي احنا موجودين فيه، واللي احنا النموذجين اللي احنا شفناهم من دلوقتي
بالرخصة الذهبية، هو ده مسار الدولة اتحركت فيه عشان تيسر ما أمكن من الإجراءات اللي بتتعمل. زي ما تقال 26 موافقة وجهة ولاية بتتكلم، وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول إلى يعني إلى الإجراء العمل الحقيقي إنه يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور. وأنا يمكن هنا كلامي يعني لينا احنا كدولة، إن احنا جهات الولاية اللي بنتكلم عليها ديت، احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا عايزين نعمل شباك الواحد وجهة ولاية، يعني تبقى الجهات الولاية تبقى موجودة في مكان واحد وتدي موافقة في مدة زمنية ما تزيدش عن 20 يوم أو أقل لو أمكن. واتكلمنا على إن احنا لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام ده احنا عملناه وقلنا إن احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار أو اللي هو يعني الإجراءات الإدارية اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. أنا أتصور إن اللي احنا شفناه النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. إذا كنا بنتكلم على إن احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون انها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. وبالتالي احنا كدولة مع رجال الاعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الاعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني هنطلق اجندته دكتور مصطفى في مش كده اول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. ارجو ان هو يدي فرصه للمستثمرين ورجال الاعمال ان هم يعرضوا بشكل او باخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجوده بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومه او في الدوله، احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما بقاش فيه مشكلة أبدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. زي ما انتوا شفتوا كل مشروع من دول هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دخل إضافي، مش للشركة اللي بتعمل، لا، لكل إنسان بيشتغل جوه المشروع. وده الهدف، ان احنا حجم العمالة كبير اللي في مصر، واللي انا اتصور ان تكلفته مش كتير. يعني أنا أقدر أقول إن العمالة المصرية أجورها مقارنة بأي دولة من دول العالم مش كتير. يتبقى إن إحنا اتكلمت برضه هنا يعني في المشروع الأولاني بتاع الفساد بتاع، اتقال إن إحنا عن في مدرسة هتطلع يعني هتدرب وكده، وإحنا كنا قلنا رجال الأعمال إحنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة، وفي رجال أعمال عملت كده. يعني في رجال أعمال عملت مدرسة، وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة، ويعني علمتهم في المدارس ديت وخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم. اللي أنا عايز أقوله هنا إن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر، وبنشجع رجال الأعمال على ده، على إن إحنا النهاردة إن يساهموا معنا. أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية، أنا بتكلم يساهموا معنا في إن هو مسار إعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية سوق العمل. أنا بتكلم في النقطة ديت، مستعدين إحنا نتعاون معكم في هذا الموضوع. يبقى إذا كنا بنتكلم على المنظومة الخاصة بالاستثمار من الأراضي وتخصيصها، من الرخص بتاع جهة الولاية وسرعة الانتهاء منها، من العمالة الماهرة المدربة اللي ممكن تبقى عندها مشاركة ناجحة في العمل اللي احنا بنتكلم عليه ومدربة بشكل كويس، يتبقى مراكز البحوث والتطوير اللي موجودة في مصر، وهي سواء كانت في الجامعة أو المراكز الأخرى كتير جدا جدا، ومهم أوي ان احنا نربطها مع رجال الأعمال والصناعة في مصر، لأنها في النهاية ممكن توجد حلول لمشاكل أو لنقاط محتاجة تطوير لو قدرنا نعمل تنسيق
وربط بين مراكز البحوث ديت وما بين الصناعة اللي موجودة في مصر. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن أنا كنا قلنا إن إحنا خلال الفترة دي واللي جاية هنتوسع دكتور مصطفى في إن إحنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيرة، رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونماذج ناجحة جميلة نحب إن إحنا أولا نشجعها، وثانيا نلقي الضوء عليها قدام الناس في مصر، لأن كتير من الكلام اللي بيتقال محتاج إن إحنا نؤكده. يا ترى رجال الصناعة أو حجم القطاع الخاص في مصر كم من الإجمالي؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ أنا عايز أقول لكم ده 70% ولا 75%، مش كده دكتور مصطفى؟ على عكس ما كتير من الناس يتصور الرقم غير كده، أنا بتكلم على الأقل 75% من ده. في نقطة مهمة قوي، عشان يمكن واحنا بتكلم كده يقول لك طب انتوا النهاردة يا ترى انتوا جادين في حل مسائل المستثمرين مما في الموضوع بتاع خاص بمستلزمات الانتاج والمشكلة اللي اتعملت خلال يعني الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. اه طبعا، وانا يمكن قبل ما ادخل هنا كنت بتكلم مع السيد محافظ البنك المركزي بقول له طمني انتوا عاملين ايه، عشان احنا عايزين ما يبقاش في مشكله حقيقيه تقابل العمل والاستثمار في مصر. انا بقول كده لان احنا ما فيش حاجه هنخبيها عليكم، احنا بنبذل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسيه على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر أو اتنين بكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت، مش كده؟ عشان بس نبقى ايه كلامنا قدام الناس على هوا دكتور مصطفى، مش أكتر من كده. أنا بشكركم، وإن شاء الله هيكون لينا زيارات لمصانع ومشروعات مختلفة. بوجه التحية والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز برجال الأعمال في مصر والمستثمرين في مصر، وبدعوهم لمزيد من العمل، مزيد من العمل. البلد دي بلدنا كلنا، وهتقوم بينا كلنا مش بحد الواحد. شكرا جزيلا. يعني طبعا بقراءة المشهد وأيضا تصريحات السيد الرئيس النهاردة، ويمكن التركيز الأول كان فيها على الصناعة وقطاع الصناعة، وده اللي كان كثير من الخبراء وكثير من الاقتصاديين بيؤكدوا عليه طوال الفترة الماضية. والنهارده بتؤكد الدوله المصريه ان هي عازمه وبقوه انه يتم حل كل مشاكل المستثمرين ومستلزمات الانتاج في غضون شهرين، والكلام ده يعتبر وعد على الهواء قدمه السيد الرئيس. وخلينا كمان نشير الى انه الرئيس النهارده حط يمكن ايده على بعض النقاط اللي الجميع كان بيتحدث عنها، منها ما يتعلق بتسهيل العقبات ورخص الولايه وتوفير العماله المدربه وغيرها من المشاكل والمعوقات اللي كان الناس بتتحدث عليها طوال الحقيقة سنوات. والواضح كمان لو قرأنا المشهد بشكل يعني شوية في أرقام، فهنلاقي إنه احنا في خلال الفترة الماضية من عام 2013-2014 لغاية دلوقتي هنلاقي أنه بالفعل الناتج الصناعي ارتفع في مصر وبشكل ملحوظ. يعني لو روحنا 2013-2014 وفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فهنلاقي أن كان تقريبا ناتج الصناعة 357 مليار جنيه، احنا وصلنا في 2019-20 ل 942 مليار جنيه، يعني تقريبا تضاعف 3 مرات. ولكن رغم هذا التضاعف إلا أنه ما زال قطاع الصناعة بيشكل تقريبا حوالي 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ورغم أنه كمان بيحتاج إلى أو بيشغل عمالة كثيفة تصل إلى 28% من حجم العمالة المصرية. هناك تضاعف وهناك تحسن، ولكن مش كفاية، والسيد الرئيس نفسه بيقول أنه هذا ليس كافيا، نحتاج إلى العمل بشكل أكبر حتى نستطيع أن تكون هناك صادرات بشكل أكبر تصل إلى 100 مليار، وهو رقم أيضا ليس بالكبير على شعب تعداد سكانه 104.
ويبدو من الملاحظ انه في الفتره القادمه من عمليه الاصلاح الاقتصادي هيكون يعني التحليلات المسؤولين المختلفين هيكون في تركيز على ثلاث صناعات رئيسيه، هي الصناعات التحويليه كثيفه التكنولوجيا، والصناعات ايضا المرتبطه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالمناسبه كان في خبر ايضا انه صادرات مصر الرقميه ارتفعت بشكل ملحوظ عن السنه اللي فاتت، وده ايضا يعطينا انطباع ايجابي. فضلا عن القطاع الثالث هو قطاع الصناعات المتعلقة بالزراعة. فالنهاردة أشارت السيد الرئيس لأكثر من مرة وشكره وتشجيعه وتعهده لرجال الأعمال والمستثمرين في مصر بحل مشكلاتهم. إن شاء الله يكون ده له تأثير إيجابي وسريع ومريح لمناخ الاستثمار والمناخ الاقتصادي بشكل عام في مصر. خلينا نشوف مع حضراتكم كمان، نشوف فيلم كمان تم عرضه النهارده على المناطق الاستثماريه الجديده، وهي تحمل فلسفه ايضا جديده في تسهيل عمليه الاستثمار والدخول في الشراكات الاقتصاديه. فخلينا نتابع ايضا مع حضراتكم هذا الفيلم. تحت السماء الصافيه ونور الشمس يتولد معنى الحياه، تنفتح شبابيك امل بالعمل على كل اتجاه. مصر البهية قوية وقادرة على الطريق الطويل، واللي بناها شباب عارفين يواجهوا المستحيل ويبدلوا ليلها نهار بالتنمية والاستثمار. الاستثمار الدينامو الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أداة تحقيق الازدهار بابتكار المنتجات والخدمات اللي بتساهم في زيادة معدلات الدخل القومي. ومن خلال رؤيتها التنموية 2030 فتحت مصر أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلقت المزيد من المناطق الحرة والصناعية واللوجستية والتكنولوجية. مناخ جاذب أدى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كل ده بيأكد إن الاستثمار على أرض مصر أصبح نمط حياة. الدولة المصرية بتواصل تحقيق النقلة النوعية في المجالات الاستثمارية داخل 9 مناطق حرة عامة و204 منطقة حرة خاصة في عدة محافظات. ساهمت المناطق الحرة في إطلاق 1095 مشروع وقدرت توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة. وده بيدينا صورة موجزة للجدوى الاستثمارية للنهوض بالمناطق الحرة ودورها في تحقيق الرخاء والتنمية على أرضنا الطيبة. في قلب القاهرة وداخل حي السفارات بمدينة نصر بنعرف المعنى الأمثل لمفهوم المناطق الحرة اللي تم إنشائها وفق منظومة متكاملة للمرافق والخدمات، بتحقيق متطلبات 207 من مشروعات الغزل والنسيج، الملابس والمفروشات، الصناعات المغذية للسيارات، الطباعة والنشر، الأدوية، وكتير من الأنشطة الخدمية واللوجستية. وبكده نجحت المنطقة الحرة بمدينة نصر إنها تفتح أبواب الرزق وتوفر 59 ألف فرصة عمل لشباب مصر. خلال 8 سنين فاتت انتهجت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية وطنية حققت الاستفادة القصوى من المناطق الاستثمارية بخلق تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واللي بيها تم تمكين صغار المستثمرين كشركاء أساسيين في نهضة مصر التنموية. أحلام ما كانش ممكن تتحقق إلا بتذليل الدولة لكافة العقبات، مع تيسير إجراءات مزاولة النشاط والحصول على كافة الخدمات وفق المزايا والإعفاءات الخاصة للشباب والمستثمرين. تنفرد الدولة المصرية بوجود 10 مناطق استثمارية بتغطي العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية. واحدة من مناطق مصر الاستثمارية الجديدة بتقع على بعد 60 كيلومتر من القاهرة، وبالتحديد على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة بنها. هنا اتخلق واقع جديد بيفيض بفرص الاستثمار الواعدة على مساحة 46 فدان، تجمع متكامل للأنشطة الغذائية والزراعية والصناعات المكملة ليها، اللي قدرت
توفر لأولاد القليوبية 4500 فرصة عمل. تجمعات استثمارية بتضم 147 وحدة صناعية و16 مخزن و6 ثلاجات و18 منفذ بيع، ده غير إقامة مركز لخدمات المستثمرين وعدد من المعارض التجارية. بتستمر جولتنا وصولاً للمنطقة الاستثمارية لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، نموذج تاني لمنطقة استثمارية متكاملة على مساحة 18 فدان بتضم 107 وحدة صناعية تم تخصيصها بالكامل، وفرت 2500 فرصة عمل داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات المعدنية والهندسية وصناعات أخرى متنوعة. بالإرادة قادرين نكمل حلمنا، بالعمل عارفين طريقنا للنهار، بالأمل حالفين نحقق الازدهار، بالتنمية والاستثمار مسار واعد لاقتصاد صاعد. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معاكم في أخبارنا وفي تحليلاتنا المختلفة. يمكن هنروح المرة دي لموضوع في منتهى الأهمية، ويمكن احنا بنشهد مبادرات صحية مختلفة وكلها مبادرات كبيرة في الفترة الأخيرة، لكن أعتقد من أكثر المبادرات وأهم الأخبار اللي مش بس نالت على اهتمام محلي ولكن اهتمام إقليمي ويمكن عالمي كبير جدا، لأنه أخيرا والحمد لله بقى عندنا مشروع قومي عظيم متعلق بإنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط. ده أيضا موضوع هنتوقف عنده بشكل كبير ومهم، وفي موضوع آخر كمان مهتمين به جدا، وهو أيضا إعلان وزارة الصحة والسكان عن تنظيم حملة متحدون ضد التبغ، ودي هتكون حملة كبيرة بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن والأمراض الصدرية، والهدف منها زيادة وعي المجتمع المصري فيما يتعلق بطبعا مخاطر التدخين، وهيكون فيها بشكل كبير جدا اعتماد على التثقيف الصحي ومساعدة الناس كمان عن الإقلاع للتدخين. هي عملية برضو مش سهلة، وبالتالي وجود الدعم وتوفير الدعم فيها أيضا ده نحتاجه بشكل كبير جدا، وأصبحت في كمان وسائل عالمية جديدة واستراتيجيات جديدة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، وده اللي هتوقف عنه مع الدكتور وائل صفوت رئيس اللجنة الدولية لعلاج التدخين. أهلا بك يا فندم، منورنا. سلام بحضرتك استاذ سامر، شكرا لاهتمامكم بهذه القضيه الهامه فعلا. يعني العالم كله بيهتم بهذا الموضوع، واحنا شايفين في اتجاه عالمي الحقيقه، يعني وناس كتير بدات تقبل على الاقلاع عن التدخين او استبداله باشياء اخرى. وهنا عايزين نتوقف، يعني طول عمرنا عندنا مبادرات متعلقه بالحد من التدخين والإقلاع عن التدخين، مبادرات عالمية ومبادرات محلية، لكن المرة دي كيف يمكن أن تكون هذه المبادرة مبادرة مختلفة وفعلا يحصل عليها اهتمام كبير وينضم إليها ناس كتير؟ لأنه برضو وبشكل واضح وصريح عملية الإقلاع عن التدخين أيضا هي تحدي كبير، يعني فحضرتك وفي ناس كتير ما زالت بتشوفه صعب، فحضرتك إزاي ممكن تكون بتدينا رؤية مختلفة بقى عن هذا الموضوع؟ طيب، هو طبعا زي ما حضرتك أشرت العالم كله دلوقتي بيتحرك ضد التدخين بعد ما سبب طبعا مشاكله الكثيرة، ومشاكله كمان الاقتصادية مش الصحية فقط لا غير، وبدأ الشركات العالمية بدل ما هي بتخسر بره ابتدت تستثمر في بلادنا، فعشان كده الدولة المصرية كانت ذكية بشكل كافي طبعا انها تطبق حاجات كثيرة، سياسات لمنع التدخين في بعض الأماكن، رفع سعر المنتجات، توفير العلاج
والعيادات والخدمات الاخرى في التوعيه، وضع الصور التحذيريه، كلها حاجات متكامله. لكن اصلا التدخين اصبحت تكلفته عاليه اقتصاديا يعني. بالضبط. وطبعا الدوله علشان كمان متجهه الى التنميه المستدامه 2030، وبتعمل مبادرات رهيبه للكشف عن الامراض المزمنه والسرطان والكشف عن امراض الضغط والقلب. فما ينفعش ان من ناحيه الدوله تعمل هذا الموضوع وتحاول انها تقلل التكلفه الصحيه للمواطن وللناس وتقلل الاضرار على الناس، ومن ناحيه ثانيه شركات واصحاب مصالح بيروجوا للتدخين، وللاسف كمان يا فندم بيروجوا لانواع جديده اللي هي الفيب والتبغ المسخن والتبغ الالكتروني او التدخين الالكتروني، على اساس انها شايفه ان الناس بقى عندها وعي ومتضايقه من التدخين. فهم من الذكاء راحوا ايه لاعبين لعبه كده وحاولوا بقى يروجوا الثاني ده اقل ضررا وكده. فعشان كده والنقطه دي لو سمحت لي برضو، انا شايف الموضوع ده حصل فيه توسع في مصر كبير، يعني ناس كتير ماشيه بالفيب ومش عايز اقول الماركات التانيه، بس يعني كل اشكال التبغ المسخن عشان ما اقولش براندات معينه. والناس بتقول انه، وناس كتير انا عارف بتقول انه شعرت بتحسن اقل، او بتحسن قصدي اكبر شويه او كده، لكن انا اللي عارفه ان احنا لم يثبت عالميا حتى الان، وفي برضه ما زالت تحذيرات من وزاره الصحه بانه احنا مش في حاله اكتمال الابحاث المتعلقه بايه اللي ممكن يكون الضرر على المستوى البعيد من استخدام الفيب والحاجات دي. صح. انا طبعا مبسوط انك اشرت للموضوع ده، لان الاقبال من الناس على تغيير التدخين التقليدي الى تبغ مسخن او فيب دليل ان الناس تعبت وزهقت وقرفت من السجاير والشيشه. ابتدوا بقى يدوروا على حاجه صحيه، وطبعا هي شكلها اشيك وريحتها لذيذه، فممكن بتبقى مغريه لشباب. لا مش كلها ريحتها لذيذه، ده في حاجات ريحتها استغفر الله العظيم يا رب. طبعا انا بقول لذيذه لان انا عارف يعني، بتكلم بلسان المدخن دايما، بحب احط نفسي مكانهم لان هم بيحاولوا يجدوا الحلول فبيدوروا على ديت، وللاسف الشركات بتدلهم ده بديل جيد. وزي ما حضرتك لسه اشرت حاجه مهم قوي، ان بيحصل تحسن مؤقت في موضوع النفس، بيبقى الشخص بيبقى نفسه بيتحسن شويه قليلا، بس على المدى البعيد معادن والجليسرين والجلايكول اللي موجود في التبغ المسخن والبيض وفي الشيشه كمان بيلزق، وبقينا بنشوف امراض جديده مش تقليديه. وده من هنا بقى يجي انا النقطه دي بقى مهمه جدا يا دكتور، وحضرتك هنا حضرتك كلم الجمهور بشكل مباشر، قول لهم القصه دي اخر ما وصل فيها العلم ايه، وايه الامراض اللي بدات الناس تكتشفها جديده، وبشكل علمي ارجوك لو وضحت لنا وسهلت لنا الامر، لانه ما عندناش الحته دي لسه عندنا في مصر جديده وما شفناش فيها توعيه واضحه. طيب تمام. هو طبعا احنا عندنا نوعين من التبغ الجديد او اللي هو الحاجات الغير تقليديه بنسميها، اللي هو التبغ الالكتروني. في حاجه بتحط فيها سوائل، وهذه السوائل بتحتوي على زيوت يعني ليها طعم وليها نكهه، وهذه الزيوت معاها برضو جليسرين وجلايكول. الجليسرين والجلايكول برغم ان هم جليسرين اسمه جليسرين نباتي يعني، بس مش نباتي يعني مفيد للصحه، مش عشان اسمه نباتي يبقى جيد، انما هو حاجة لو احترقت، وده اللي بيحصل بقى في الفيب، بيحصل تسخين من خلال كويل، وهذا الكويل عبارة عن مادة معدنية لما بتسخن لدرجة معينة وتتفاعل مع الزيوت ومع الجليسرين والجلايكول والنيكوتين، بينتج منتجات بتلزق على الشعب الهوائية، بينتج حاجة اسمها رئة التشار أو بوب كورن لانك وليبويد ديفندريشن أو تلبد في الرئة، وبقينا بنشوف امراض فعليا جديده. في بقى حاجات خطيره في زي ايه مثلا الامراض دي؟ ما هي بقول لحضرتك التلبد الرئه ده ما كانش موجود، لان ما كانش فيه ليبيد، ما كانش فيه الجليسرين في السجائر العاديه. فالتلبد ده بيبقى عباره عن ان الشعب الهوائيه بتلتصق عليها ماده الجليسرين والمواد المضافه، فبتبقى تفقد مرونتها، فبعد شويه بيبقى يحصل ان الرئه الشعب الهوائيه بتبقى منتفخه بس مش شغاله، يعني لانها عليها طبقه من الجليسرين. يا ساتر يا رب. وطبعا في حاجه مهمه قوي كمان، في معادن زي ما قلت لحضرتك الكويل والمعادن اللي هي بتخش في هذا التسخين، منها نيكل ومنهم كادميوم ومنها ليثيوم ومنها حاجات كثيره، وجودها في جسمنا على المدى الطويل بيعمل تشنجات، وفعلا كان في امريكا من سنتين حدوث تشنجات
فده الجزء الخاص بالفيب. التبغ المسخن فيه نفس الحاجات، بس طبعا هم الشركات من الذكاء قالت ان انا بدل ما احرق التبغ انا هسخنه، وطبعا عملت بروسيسنج او تصنيع جديد او شكل جديد، الواح من التبغ بقت يعني تعالج بطريقه معينه، وتحط برضو عليها جلسرين ونفس برضو المعدن اللي بقول عليه. فبقى الموضوع شبيه بالفيب بس محدد شويه، وبيروجوا بقى ان هو اقل 90%. هو مش اقل ولا حاجه طبعا. انا بشكر حضرتك طبعا يا دكتور على المعلومات الوافيه والشافيه دي والشرح العلمي المبسط، دكتور وائل صفوت رئيس اللجنه الدوليه لعلاج التدخين، وحمله جديده هتنطلق في مصر للتوعيه بمخاطر التدخين سواء التقليدي او بقى بالاشكال الحديثه، واللي احنا بنعتقد ان هي قد تكون اقل ضررا. هنروح لموضوع تاني في منتهى الاهميه وانتصار كبير انا اعتقد للدوله المصريه، وفتح يعني مش بس في مجال الصحه وتعظيم صحه المواطنين، ولكن كمان انا شايف انه في قدر كبير من الاستناره الفكريه. اخيرا يعني مصر بتعلن عن اكبر مركز اقليمي لزراعه الاعضاء في مصر والشرق الاوسط، واستثمارات كبيرة وبحجم يصل إلى 12,000 غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل كافة الزراعات، وكمان هيكون في مشروعات طموحة جدا لزراعة الرئة في مصر، وكمان شبكة إقليمية لزراعة الأعضاء في جمهورية مصر العربية، شبكة قومية ربما تكون على غرار مثلا الشبكات اللي مش بنسمع عنها في أمريكا، يونس وغيرها. فخلونا نستقبل مع حضراتكم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا بك دكتور منورنا. حسام تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. خليني بس قبل ما أتكلم عن أهمية وجود مركز مصر الإقليمي أو لزراعة الأعضاء، بس أصحح معلومة يمكن تم تداولها بشكل خاطئ عن عدد غرف العمليات. هو أنا 12,000 ده شيء يعني صعب تصديقه. هو المبنى ده مبنى مستقل في داخل المدينة الطبية اللي معها بناصر من 11 دور. عدد أسرة الداخلية تقريبا 300 سرير. عدد أسرة الرعايات 52 سرير رعاية فائقة و 56 رعاية متوسطة. وفي 12 غرفة عمليات ب 12,000 غرفة عمليات. انا نفسي وانا بقول يعني استصعب ازاي يعني ده مفيش حاجة في الدنيا 12,000 غرفة دي ولا عمليات يعني 12,000 غرفة رقم الحقيقة مش دقيق خالص. أيوة. ده بالإضافة إلى وجود معمل متخصص في الزرع و12 عيادة خارجية ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، مع وجود أقسام للريجستري والتسجيل والميكنة. ووجه السيد الرئيس بأن يكون بناؤه على أحدث المعايير العالمية وبالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الشأن. نتكلم على زرع الكبد، زرع الكلى، زرع البنكرياس، زرع القلب، زرع الرئة وزرع الفرجات. جميل. وإحنا بنقول كمان أنه سيتم اعتماد زراعة الرئة في مصر، هو ليه ما كانش عندنا ده قبل كده وأهمية الخطوة دي برضو؟ لا هو تمت الموافقة فعليا على أول مركز لزرع الرئة في مصر في جامعة عين شمس أو مركز زراعات بجامعة عين شمس. طبعا هو كانت عملية معقدة جدا وتحتاج إلى خبرات كبيرة، والحمد لله تمكنت الدولة المصرية من خلال المستشفيات الجامعية من تدريب الفرق الطبية المصرية في أكبر مراكز زرع الرئة في العالم. والحمد لله بعد فترة تأهيل يمكن امتدت إلى أكثر من سنة ونصف أصبح عندنا فريق، لأن الزراعات من هذه النوعية لا تحتاج إلى طبيب واحد ولكن تحتاج إلى فريق طبي متخصص. فالحمد لله النهاردة حصل مركز الزرع بكلية الطب جامعة عين شمس أو مستشفيات عين شمس الجامعية على الترخيص لأول مركز لزراعة الرئة من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والتكنولوجيا. جميل جدا. طب حضرتك بس نقطة كمان متعلقة بالشبكة القومية لزراعة الأعضاء ومركز، يعني إيه شبكة قومية لزراعة هل هي على غرار يعني مثلا اللي إحنا بنشوفه في أمريكا يونس والحاجات دي ولا بالضبط أن يكون هناك سجل قومي لزراعة الأعضاء سواء من ناحية المتبرعين
أو من ناحية المستقبلين، ويبقى في عندنا مركز قومي يتم فيه التسجيل. الواقع الآن اللي بيحدث أن الأمور بتسير بشكل فردي، والناس بتبدأ تتحرك من نفسها للبحث عن متبرع، لكن أن يكون هناك مركز داخل أجهزة الدولة ويتم التسجيل فيه بشكل مميكن للزراعة سواء من المتبرعين أو من المتلقين. وكمان على مسألة التبرع بعد الوفاة، الراغبين في التبرع بعد الوفاة وهو ما أباحه القانون يستطيعوا كمان أنه يسجلوا من خلال هذه الشبكة المميكنة لتسجيل زراعة الأعضاء. جميل جدا، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب في ايضا موضوع متعلق بالصحة ومبادرة ايضا مهمة، واعتقد ان ده جزء من التثقيف اللي لازم يكون عند كل واحد مننا، ومعلومات الحقيقه قد نستفيد منها كلنا، الحقيقه كلنا محتاجين نعرف بقدر او باخر. المبادره اللي هنقول لكم عليها دلوقتي متعلقه بمسعف الشارع، يعني كتير بنبقى ماشيين حركة لا قدر الله بتلاقي حادث كده، احيانا طبعا بيبقى في ناس بتلاقي نفسها في موقف صعب عايزه تتدخل بشكل طارئ، واحيانا طبعا الدقائق الأولى من أي حادث بتفرق جدا في حياة الشخص اللي حضرتك قد تصادفه في حادثة أو في أزمة أو في غيره. زمان كده كان في برضو في المدارس كنا بنقعد أحيانا يدونا شوية دورات، والموضوع ده يعني ما بقاش بيحصل، دي علاقة بالإسعافات الأولية، وكانت احيانا بتفيد الناس، وكان يبعتك احيانا للصليب الاحمر تاخد كورس كده لمده شهر او حاجه بيبقى فيها قدر كبير من التثقيف. احنا النهارده كمان بنتكلم عن اعاده احياء لده كله، وبشكل كمان يمكن مبتكر من خلال مبادره اسمها مبادره مسعف الشارع، وهي التدريب على الاسعافات الاوليه، وان يبقى مع كل واحد منا شنطه اسعافات اوليه، ونبقى فاهمين ازاي حضرتك ممكن تعمل هذه الاسعافات الاولية، لان قدر الله حضرتك ممكن تحتاجها او حد غيرك يحتاجها حتى معك انت بشكل شخصي. احنا هنكون مع حضراتكم مع الاستاذ احمد الفداوي مؤسس مبادرة مسعف الشارع، واللي بدأت تلقى صدى وترحيب كبير على السوشيال ميديا، فنفهم ازاي ممكن تكون المبادرة دي مفيدة لينا، وازاي ممكن حضرتك تشارك فيها، وازاي ممكن تستفيد منها. معنا الاستاذ احمد الفداوي جاوبنا على الاسئلة دي. اهلا بك استاذ احمد، منور. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. مساء الخير. مبادرة مسعف الشارع، حضرتك ليه فكرت في المبادرة دي؟ ولو تقول لنا برضو بمجال عملك وليه اتجاهك لمبادرة زي كده برضو نكون شاكرين في حضرتك. في البداية اسمح لحضرتك يعني كل الشكر للبرنامج وللقناة. مسعف الشارع، أنا خريج تمريض القصر العيني جامعة القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك فندم. مسعف الشارع كانت بالنسبة لي خطوة مهمة جدا في ظل ان احنا موجودين في جمهوريه جديده اطلقها في 5 الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التقدم الملحوظ في جميع انحاء الدوله وفي جميع المجالات. فبالتالي كان دايما خطاب سياده الرئيس بيتضمن كلمه الوعي. وبالتالي كان لازم يكون عندنا وعي ثقافي طبي صحي بالاسعافات الاوليه وكيفيه ادائها، عشان لما نكون موجودين في اي موقف صعب سواء في بيتنا في الشارع في اي مكان نقدر نساعد فيه. مسعف الشارع زي ما بقول لحضرتك هي مبادرة الهدف منها ان احنا نبقى مجتمع كلنا مثقف صحيا، يعني ايه اسعافات اولية وازاي نقدر نقوم بيها في بيتنا في الشارع في اي مكان. يمكن الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها في مسعف الشارع كلها خطوات مبسطة جدا وسهلة جدا اي حد يقدر يقوم بيها بدون اي تدخل دوائي، عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع المضاعفات اللي بتحصل للمريض او المصاب. الحاجة الثانية كمان ان انا عايز اقول لحضرتك طبقا للاحصائيات اللي طلعت من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ان سنة 2021 كان عندنا في مصر استجابة 51,000 اصابة نتيجة الحوادث. وبالتالي كمان عندنا بنوك الدم بتنفق تقريبا سنويا حوالي 30 مليون جنيه. وبالتالي احنا لو قدرنا نتكاتف مع بعض كمجتمع ونحط ايدينا في ايدين بعض
ولو انا موجود في الشارع وشفت حادثه وكان عندي الاساسيات بتاعه الاسعافات الاوليه وقفت وساعدت فيها، او كان عندي فرد من افراد العيله تعبان وقدرت ان انا اساعده بالاسعافات الاوليه، او لو انا موجود في النادي وده بنشوفه دلوقتي بشكل كبير جدا، بعض حالات الغرق اللي بتحصل في حمامات السباحه او بعض الحالات المفاجاه اللي بتحصل، لو قدرنا نساعد بعض او حالات الاغماء اللي في بعض التمرينات الرياضيه في صالات الجيم في النوادي، يعني برضو الواحد احيانا بيلاقي المواقف دي كتير بتحصل قدامه. بالظبط يا فندم، فلو احنا كلنا عندنا هذه الثقافه احنا هنكون مجتمع ناجح جدا في ان هو يبقى عنده حاله من التكاتف والمساعده لبعضهم البعض. هنساعد الدوله اللي هي محور اساسي في حياتنا، احنا لازم يكون عندنا مفهوم. طب ده نعمله ازاي يا استاذ احمد على ارض الواقع، او انتوا بتسعوا ده التثقيف، يعني فكره التثقيف دي او الوعي دي هتتعمل ازاي وعلى ارض الواقع هنشوفها ازاي؟ تمام، هو احنا اوريدي المبادره موجوده فعليا على ارض الواقع، يمكن كان مع حضرتك في المداخله السابقه دكتور حسام عبد الغفار، والمبادره كانت موجوده عند دكتور حسام وهو احلها لمعالي دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه. المبادره كمان موجوده عند معالي دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. احنا بدانا ان احنا نبدا بالمراكز الطبيه، بدأنا بالنوادي، بدأنا ببعض المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة. ان احنا ندي دورات تثقيفية للشباب وللأعضاء ازاي يقدروا يقوموا بده من خلال ان احنا بنحاول. انا فاكر زمان كان في المدارس، انا على يعني على ايامي، بس الموضوع ده بقاش موجود قوي، يعني كان في احيانا يخش لك في المدرسه يقول لك تاخد دوره او تروح الصليب الهلال الاحمر. صح، ما بقاش يحصل الكلام ده. بالضبط، وده اللي احنا كمان استهدفناه دلوقتي، ان احنا من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، وحابب اشكر جدا جدا معالي محافظة الدقهلية ودكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، يعني قمة التعاون اللي انا ممكن الاقيه في اي مكان. بدأنا كمان نخاطب المدارس مع البيت العام الدراسي ان احنا نعرف الطلبة سواء في مرحلة التعليم الاساسي او الاعدادي او الثانوي، كمان الجامعات اتمنى ان احنا يبقى لينا دور فيها. ان شاء الله بنحاول ان احنا نعمل فيديوهات بشكل مبسط. بالظبط، انا كنت اقول لحضرتك دي ما يبقاش في فيديوهات على السوشيال ميديا وهتنتشر بسرعه كبيره جدا، لانه دي الخطوه اللي احنا بنحاول بشكل مبسط كده اعمل كذا، لو حصل قدامك كذا تعمل كذا، او على الاقل ما تعملش كذا، لانه في ناس احيانا بتخش تفتي وتبوظ الدنيا، بالذات في حالات الكسور لما حد يتكسر ولا حاجه ويجي يشيله غلط. حضرتك عارف طبعا انا بتكلم في ايه. طبعا انا عشان كده بقول لحضرتك، يعني خلع الكتف والحاجات دي. بالضبط، كمبادره لو نجحت ان انا بس لمجرد ان الحاجات الخطا اللي احنا بنساعد فيها نوقفها، فالمبادره بالنسبه لي نجحت بشكل يبقى زي الفل. لان احنا طبعا بالضبط احنا عندنا حاجات كتير للاسف، شعب عاطفي، شعب جميل، شعب بيحب يساعد، لكن عشان ما عندناش الثقافه والوعي ده فممكن او غالبا بنساعد بشكل غلط، فبالتالي بنسبب مضاعفات. فلو قدرنا نوقف الجزء ده بس فاحنا نجحنا بشكل كبير جدا جدا جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشجع حضرتك ومحيي حضرتك، ونتمنى نشوف الفيديوهات دي قريب. الاستاذ احمد الفداوي مؤسس مبادره مسعف الشارع، واللي نتمنى جميعا ان احنا نشترك بيها بشكل او باخر. احنا معظمنا بيروح يجيب شنطه الاسعافات الاوليه دي في المرور، لكن ما حدش يعرف هيستخدمها ازاي يعني، وممكن تكون مفيده وتنقذ حياه شخص وانت مش عارف. بعض المعلومات العامه قد يكون مفيد وينقذ حياة، مين عارف. خلونا مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معانا. استمرارا للضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لضبط الجرائم التموينية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط قرابة 74 طن دقيق أبيض وسكر وأرز تم حجبها عن التداول بالأسواق بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بهدف رفع أسعارها. كما تمكنت من ضبط أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 47 طن ونصف سكر وزيت وأرز قام المسؤول عن مضرب أرز بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.
وتمكنت الإدارة من ضبط 20 طن سكر تموني مدعم استولى عليها المسؤولان عن مصنعين لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة والمنيا لبيعها بالسوق السوداء. الإدارة نجحت في ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بحوزة ملك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط 609 ألف عبوة سجائر محلية ومهربة جمركيا ومقلدة، تم حجبها عن التداول بالأسواق بحوزة ملك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة ببني سويف. وعلى صعيد ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة، نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 132 طن دقيق ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. كما تمكنت من ضبط نحو 179 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ومقطعاتها وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظات الجيزة والغربية والبحر الأحمر والقاهرة. ونجحت في ضبط 100 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية. وتمكنت من ضبط قرابة 82 طن مخللات وملح طعام ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة على طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات ببني سويف. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 22 طن مستلزمات إنتاج حلوى مولد وأكثر من 23 طن منتج نهائي غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بترخيص لإنتاج حلوى المولد بالقاهرة. كما نجحت في ضبط نحو 26 طن أسماك غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 8 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالغربية. الإدارة تمكنت من ضبط 150 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتضر بالثروة الحيوانية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالمنوفية. وضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بمحلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. أهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة، وهنروح معاكم بقى لفقرة متعلقة بالشؤون الدولية وآخر فصول الصراع الحالي في طبعا أوروبا وما يتعلق بأزمات الطاقة وتأثيراتها على الحياة اليومية. دي هناخدها في جزء تاني، هنروح فيه لموضوع في غاية الأهمية يمكن متعلق بتفجيرات الغاز في نورد ستريم 1 و2. وبنقول تفجيرات لأنه في طبعا تصريحات مختلفة ولسه في أخبار جاية هي من 10 دقائق هنقول لكم عليها حوالين ما يشبه فصل جديد في صراع الغاز والطاقة في أوروبا. وهنعدي كمان على روسيا لأن في أيضا مجموعة من الأخبار المهمة والمتعلقة كمان بتأثير الحرب على المجتمع الداخلي في روسيا. نبدأ معاكم مثلا من خبر متعلق بتأثيرات الأزمة وصلنا فيها في أوروبا، ولو ربطنا الأحداث ببعضها يمكن شفنا تقارير عالمية مختلفة في الفترة الأخيرة وبالذات اليومين الثلاثة اللي فاتوا إنه في أزمة كبيرة بدأت تواجهها ألمانيا اللي هي واحدة من أكبر اقتصاديات العالم والجي 8، متعلقة بالعيش والباستريز وكل ما يتعلق بمنتجات والمعجنات. والمخابز في ألمانيا بتواجه مشكلة كبيرة جدا لأن معظمها بيعمل بالغاز الطبيعي، وفي أزمة في الغاز الطبيعي أدت ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 4 و5 أضعاف
وبالتالي بدأ الموضوع يؤثر بشكل كبير على تكلفة العيش في ألمانيا بمنتجاته وأشكاله المختلفة. خلينا ناخد ونشوف طبيعة هذه الأزمة وصلت لفين، ويمكن القارئ للشأن الدولي والعالمي هيلاقي أنه كان في زيارة للمستشار الألماني شولتز لدول الخليج، الإمارات، السعودية، قطر، كان في تحليلات مختلفة بعضها كمان كان يعني متعلق بالداخل الألماني والسياسة الخارجية الألمانية وعلاقتها بحقوق الإنسان وعلاقتها أيضا بملف الطاقة ورغبة ألمانيا في تأمين مصادر طاقة مختلفة لها مع الدخول في الشتاء القاسي اللي كله بيتوقعه هذا العام. احنا معانا كمان نقرأ معاه شوية في هذه الأزمة الأستاذ حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني. أهلا بك يا فندم، منورنا. تحية لحضرتك فندم وللسادة المشاهدين في البداية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم منورنا. وهروح معاك لقرأنا تقارير كتيرة منها فيورو نيوز وغيره والسيدي أف وبعض وسائل والدي دوج فيلا وغيره، الكل بيشير إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع المخابز والمعجنات والعيش في ألمانيا. وإحنا عارفين أنه ألمانيا شعب بيحب يعني المعجنات المختلفة ولديه تنوع كبير، يعني اللي بيزور ألمانيا يقدر يلاحظ ده بشكل كبير. لو حضرتك شرحت لنا إيه آخر فصول هذه الأزمة والتعاطي معها في الداخل الألماني عامل إزاي؟ هو في البداية لازم نقول أن في شقين للموضوع ده، يعني في حاجة في البداية وهي خطة توفير استخدام الطاقة اللي مش المخابز بس، المخابز والمحل التجارية والناس العادية والمؤسسات الحكومية والكلام ده كله بتتبعها وبقالنا فترة بنتبعها، بحيث ان احنا نقدر نساعد الحكومة الألمانية انها تعبي المخازن بتاعتها بشكل اسرع، وده نجح فعليا. وقدرنا النهاردة ان احنا في عز او في ظل وجود الازمه دي وفي عز ارتفاع اسعار الطاقه وكمان قله مصادرها، قدرت الحكومه الالمانيه بالتعاون الشعب والتزامه بخطه التوفير والتزام المحل التجاريه والمخابز والكلام ده كله بخطه التوفير انها تملى المخازن بتاعتها قبل الميعاد اللي هي اصلا كانت محدده. دي اول نقطه. تاني نقطه طبعا وحضرتك ذكرتها في المقدمة، ارتفاع أسعار الغاز أو الطاقة عموما مش بيأثر على رغيف العيش بس أو الخبز الألماني بس، ولكن بيأثر على كل حاجة في حياتنا. يعني النهاردة الطاقة دي موجودة في التصنيع، في سواء بقى في المخابز أو المصانع أو غيرها، موجودة كمان في النقل، في توليد الطاقة، في الكهرباء، في الإنارة، في التدفئة، في الكلام ده كله. وبالتالي ارتفاع سعر الطاقة النهاردة بيخلي كل الحاجات اللي قائمة عليها الصناعة والتجارة وحياتنا اليومية أسعارها بترتفع هي كمان بشكل مباشر. وبالتالي بقى في النهاردة مشكلة مش عند المخابز بس، لا، عند مؤسسات تانية كتير، وخصوصا اللي عندها منتج دوري أو اللي عاملة كمان عقود طويلة المدى، مش قادرة النهاردة بعد ارتفاع الأسعار بتاعت الطاقة أنها تلتزم بالعقود دي أو تلتزم بالتوريد أو بالمنتج اللي هي بتعمله بدل ارتفاع أسعار الطاقة. وبالتالي الحكومة الألمانية حاليا بتجهز لخطة أنها تربط سعر الطاقة في السوق بتدخل حكومي، لأن ما فيش حل الفترة اللي جاية غير أنها تتدخل بشكل فوري تربط السعر في السوق، ما يبقاش السعر مفتوح زي الفترة اللي احنا عايشينها حاليا. وفي نفس الوقت ألمانيا بقى لها فترة كبيرة جدا برضو ما حضرتك ذكرت، مش في الخليج بس، يعني ألمانيا زارت دول كتير جدا في أفريقيا وفي آسيا ودول الخليج، حتى كمان الاتحاد الأوروبي عمل من فترة اتفاقية مع مصر ودول أخرى. بقى النهاردة في تنويع للمصادر، وبحيث ما يبقاش في النهاردة اعتماد على دولة بعينها ان انا اجيب منها 45% من احتياجاتي او 49% من احتياجاتي او الكلام ده كله، علشان ما يحصلش موقف زي كده مرة ثانية. ولكن وكان في زيارة لأولاف شولتز يعني لدول الخليج طبعا مرتبطة بشكل كبير ورئيسي بموضوع الطاقة. ده أمر حقيقي محدش يقدر ينكره. طبعا زيارة المستشار الألماني مرتبطة بالطاقة، مش في الخليج بس وفي دول تانية وفي السنغال، وكان في قبل كده زيارة اتفاقية ما بين مصر وفوندرلاين والناس دي كلها، دي كلها مرتبطة بالطاقة، لأن النهاردة أوروبا كانت معتمدة بشكل كبير جدا على الغاز الروسي، مش ألمانيا بس، دول أوروبية كتيرة جدا، وكان متوقع أن روسيا هتستغل كارت الغاز الطبيعي كارت ضغط سياسي للوصول لنفوذ أكتر أو للضغط أكتر،
وكان متوقع الامر دوت، وكانت الحكومه الالمانيه مش هي بس، حتى وحكومات اوروبيه تانية بتجهز نفسها للسيناريو ده من قبل ما ياخدوا من قبل ما روسيا تاخد القرار ده او تاخد الموقف ده. وبداوا فعليا دوله زي فرنسا النهارده بدات تشغل محطات توليد معتمده على الطاقه النوويه، بدات المانيا النهارده تجهز نفسها ان بعض المحطات التوليد التي تعمل بالفحم انها تشتغل مره اخرى. يعني بدا يبقى فيه الى جانب تنويع المصادر حلول بديله. طب شكل الدعم المقدم يعني مثلا في موضوع زي ما خلينا كمثال، احنا طبعا ناقشنا كتير من القطاعات في اوروبا الفتره اللي فاتت، لكن مثلا في شكل موضوع زي اللي خدناه النهارده المخابز دي بيقولوا هيوفروا لها انظمه تشغيل بديله غير معتمده على الغاز او بتستهلك غاز اقل، ده غير ان هم عندهم مشكله متعلقه بالطاقه، ده غير انه الطحين نفسه والزيت غليوا بشكل وصل ل 82% بحسب يورو نيوز. طيب البدائل دي ايه؟ وانا عارف انه المانيا طرحت خطه اقتصاد يعني خطه دعم تصل ل 100 مليار يورو. فحضرتك يعني عمليا الموضوع ماشي على الارض ازاي؟ يعني في مؤسسات هتقدر انها تستخدم حاجه بديله للغاز الطبيعي لان عندها بنيه تحتيه، لكن معظم المنشات اللي بقى لها فتره شغاله بالغاز الطبيعي سواء على التدفئه او التصنيع ما يقدرش النهارده في اسبوعين ثلاثه يغير البنيه التحتيه بتاعته. بقى لو حضرتك بتتكلم على مخبز صغير او سوبر ماركت او الكلام ده كله ما يقدروش يعملوا الكلام ده. وبالتالي فكره ان النهارده انا هدي بديل لكل المؤسسات دي انها تستغنى عن الغاز الطبيعي او تستغنى عن الكهرباء اللي بتتولد بالغاز الطبيعي ويبقى عنده حل سحري، ده مش موجود ومش هيبقى موجود، وخصوصا الشتاء ده مش هيبقى موجود. اللي فعليا بدات الحكومه الالمانيه تعمله وده جاب نتيجه كويسه لحد دلوقتي هو تقليل الضريبه على المواد البتروليه او على الطاقه عموما، بحيث النهارده حتى لو سعر الطاقه زاد انا اقلل الضريبه اللي باخدها كدوله بحيث انزل بالسعر شويه. اثنين، لازم يبقى فيه تدخل حكومي بحيث اقدر النهارده انا كحكومه اربط السعر ما بقاش سايب السوق مفتوح. بدا يبقى فيه تاميم لبعض المؤسسات او الشركات اللي بتبيع في السوق، لان كان في برضه بعض الشركات اللي كان في عليها نفوذ او سيطره روسيه الى حد ما. كل دي خطوات جيده جدا، في دعم مادي للاسر وللعاملين، في دعم اول الشهر اللي هو بعد بكره هينزل 300 يورو لكل موظف او كل واحد بيشتغل في شركه او في اي مكان ما في المانيا. يعني في خطوات كثيره جدا لدعم المواطن، لكن ما يقدرش النهارده المانيا في خلال اسبوعين ثلاثه انها تغير بنيه تحتيه بتاعت الاف المؤسسات او المحال او المصانع ويخليهم ان هم يستغنوا عن الغاز الطبيعي والكلام ده. كل اللي يقدروا يعملوه مثلا ان احنا نقلل عدد الساعات بتاعت العمل في السوبر ماركت بحيث ما نضطرش ان احنا نشغلهم بالليل بحيث انه ما يعتمدش على الاناره العاليه والكلام ده كله. يعني في خطوات كتيره جدا نقدر من خلالها ان احنا نحافظ على المخزون بتاعنا، نقلل استخدامنا للطاقه، يبقى في تدخل حكومي لربط الاسعار ونعدي الشتاء ده بس. لكن بعد الشتاء دوت مفيش اي ازمه هتبقى موجوده، الشتاء اللي بعد اللي جاي مش هيبقى فيه ازمه، المصادر بتاعتنا خلاص تم تنويعها، اتفاقيات كتيره جدا اتعملت ومش مع دول عربيه او افريقيه بس، بقى كمان مع دول اسكندنافيه والكلام ده كله. مفهوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني، شكرا جزيلا. فصل اخر من فصول الصراع يمكن أوروبا صحيت عليه من امبارح. الموضوع باختصار أنه الهيئة البحرية السويدية أصدرت تحذير من تسريبين على خط أنابيب نورد ستريم واحد الروسي في المياه السويدية، وكمان الدنمارك برضو هيئتها البحرية قالت أنه حصل كمان اكتشاف لتسرب في مشروع نورد ستريم 2. وهنا بدأ بقى نلاقي تكهنات. علماء الزلازل في الدنمارك والسويد قالوا أنه في تسجيل لانفجارات قوية قبل تسرب الغاز، وترجيحات من الجيش الدنماركي ومن السلطة السويدية بتقول أنه ممكن تكون هذه نتيجة أعمال تخريبية متعمدة، وإن كان ما وصلوش لتحليل شافي بشكل كبير. رئيس الوزراء الدنماركي من شوية قال أنه التسريبات والبقع دي ممكن تستمر لأسبوعين، وخدت كمان تخوفات من تأثيرها البيئي لأن بدأت تتسع بشكل كبير. طيب الكريملين كمان دخل على الخط قال لك احنا بنشك انه ما حدث في الخط الستريم نورد ستريم 1 و2 برضو عمل تخريبيه، يعني الجانب ده بيقول انه هو شكه الكبير عمل تخريبيه، والجانب الاخر
بيقول انه نسبه الشك الكبيره بتقول انه ده اعمال تخريبيه. دخلت بقى اوكرانيا على الخط واتهمت روسيا بتنفيذها لعمليات ارهابيه على حد وصف بقى الجانب الاوكراني. احنا بنقول لكم كل واحد ورؤيته عامله ازاي في الصراع. واعتبرت انه التسريب اللي حصل في نورد ستريم 1 و2 ده تسريب متعمد وهجوم ارهابي مخطط ليه. مش فاهمين ده ايه حقيقته، ولكن فيما يبدو انه فصل اخر من فصول الصراع. ايه حجم هذا التأثير؟ وهل كمان قد يكون متعمد بشكل كبير لإضعاف الإمدادات لأوروبا ولا لا؟ طيب حجم تأثيره على الإنتاج عامل ازاي؟ طيب ايه رد فعل الجانب الروسي بعد هذه الخطوة؟ مش عارفين. خلونا ناخد المهندس مدحت يوسف الخبير في الطاقة. اهلا بك يا باشمهندس، منورنا. اهلا بك. اهلا بحضرتك. حضرتك سامعني؟ اهلا يا باشمهندس. سامعك كويس. اهلا بحضرتك يا فندم، منور. اهلا بيك يا فندم. قرات حضرتك الاوليه ايه لموضوع اللي ما يحدث في تسريبات نورد ستريم 1 و2، والموضوع بدا يكبر ويتسع، وان كان ما حدش عارف يحط ايده على النقطه الحقيقيه فين او ايه اللي حدث بالفعل لحتى هذه اللحظه. بص حضرتك، طبعا حجم التسريب وحجم من المشاهد اللي هي من الصور المنقوله بيقول ان ده مش تسرب طبيعي. يعني انت عارف عمليات الخرير في الخطوط قد تحدث اثناء التشغيل، ولكن الكسر، يعني هنا في حاجه اسمها كسر الخطوط. كسر الخطوط بيبقى حجم التسرب كبير جدا، لكن الخرير من الخطوط بيبقى ضعيف الى حد كبير. فرق كبير قوي بين المنظر اللي احنا شايفينه وبين الخرير او التسرب العادي من الخطوط نتيجه تاكل او وتبر حاجه زي كده، لكن أو ليكينج يعني. واضح جدا ان ده يعني عمليه كسر في الخط. وكسر وكسر قد يكون متعمد. يعني بما ان الخطوط تحت انت عارف بتبقى على مستوى سطح الارض في البحر، يعني على ادنى مستوى، وبعد هنا ما بيبقاش عرضه للخطوط دي لاي عمليه دمار او عمليه اي حادثه او اي حاجه. يعني ما يعني صعب قوي تحدث الا اذا كانت عمليات تاكل في الخطوط نتيجه التاكل الطبيعي للخطوط نتيجه وجوده في مياه مالحه واخطر. لكن هنا واضح جدا ان دي عمليه تخريبيه نتيجه كسر متعمد. لان انت عارف حضرتك احنا في الخطوط الارضيه بيبقى نتيجه كسر الفيسان لودر بيخش يكسر حاجه، عمليات بتتم على الارض فبتكسر الخط. لكن هنا في الخطوط البحريه لانه بتبقى على مستوى ادنى مستوى من سطح الارض في البحر ما بقاش عرضه لاي حاجه. الا اذا مثلا وكمان يعني علماء الزلازل بيسموهم سيسمولوجيستس حتى الزلازل لا تؤثر على الخط، يعني قالوا لا ان هم رصدوا تفجيرات، يعني رصدوا ما يشبه تفجيرات. فده يدعم النظريه اللي حضرتك بتقولها. بالظبط، لان دي انت عارف حضرتك يعني حتى الزلزال ما بيأثرش، الزلازل الكبيره ما تأثرش على الخط. الخط بيبقى محمي من الزلازل. جميل. فهنا ما يعني الحقيقه ايه بالظبط ومين المتسبب في هذا التخريب؟ الله اعلم، ما مش هينكشف دلوقتي. ولكن في نقطه مهمه قوي، ان طبعا روسيا من جانبها طبعا بلوف الغلق اللي هي بلوف التحكم في الخط اللي هي بتتحكم في امرار الغاز الطبيعي عبر الخط بتقفل على طول. يعني دلوقتي هي مجرد ما حصل التسرب الخطوط دي قفلت من مناطق الانتاج الى منطقه التسرب أغلقت. يعني ده اللي بيمر دلوقتي هو البواقي اللي موجوده في الخط من الغاز الطبيعي. وده ممكن يكون ممكن يكون بشكل متعمد لاضعاف برضه، مع ان الدول الاسكندنافيه يعني هي يعني في دول اتقفلت عنها الطاقه بشكل كبير زي المانيا، لكن السويد والدنمارك كانوا لسه بياخدوا من روسيا شويه. فده ممكن يكون عشان نقفل المحبس خالص بقى.
ممكن الله اعلم، لكن هنا الحقيقه فين؟ الحقيقه صعبه جدا يعني ان احنا نتعرف مين المتسبب في هذا التصفيق. لكن الى مصلحتنا النهارده بعد هذا الحادث حدث طبعا ارتفاع كبير قوي في اسعار الغاز المسال بعد ما انخفضت من فتره بسيطه كده، الفتره اللي فاتت دي انخفض الغاز الطبيعي المسال كان رجع شويه لمؤشر تي تي اف، نزل من 90 دولار لحوالي 50 دولار. وانت عارف ان احنا حضرتك احنا مصر بتصدر الغاز بطبقا للاسعار الفوريه يعني هي الاسعار المتداوله دي، فبالتالي الخبر الجديد ان الاسعار العالميه للغاز المسال ارتفعت، وبالتالي الخبر ده جاي في مصلحه مصر ان احنا صادراتنا هتبقى عائداتها اكبر مما هو متوقع في الفتره القادمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس مدحت يوسف خبير الطاقه العالمي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. لازم برضو نقرا ونشوف، هو بالذات زي ما قال الدكتور مدحت انه على طول حصل تسرب، حصل زياده في اسعار الغاز مره ثانيه رغم انه تراجعت، ففي اطراف طبعا ليها مصالح واطراف ثانيه ليها تقديرات والاتهامات شغاله على الكل. الجانب بس الدنماركي والسويدي ما اعلنوش بشكل واضح، الجانب الروسي والاوكراني كل واحد بيتهم الثاني. ده ملخص القصه لغايه ما يبان الموضوع بشكل اوضح وجلي، وانا اشك ان هو هيبان بشكل واضح يعني طبعا لان دي ظروف حرب. هنروح بما ان احنا بنتكلم على الحرب محور دولي اخر متعلق بتاثيرات الازمه المره دي في روسيا واوكرانيا. والحقيقه فريق الاعداد مدنا ببعض المعلومات اللطيفه اللي حضرتك يعني تفرق معاكم انك تسمعوها عشان نتخيل اشكال الصراع دي وتاثيرها على المجتمعات داخليا عامل ازاي. المهم ان احنا لازم نقول لكم الاول انه في خطاب مهم للرئيس بوتين يوم الجمعه، وغالبا الناس بتتوقع فيه اعلان استقلال اربع مناطق وانضمامها لروسيا، وده ايضا توسيع من منها بقى دوناتسك والمناطق اللي كان عليها اصلا نزاع، وده مع ان انضمامها الى روسيا انه دي اراضي روسيه، فاي اعتداء عليها هيبقى اعتداء على الاراضي الروسيه، وبالتالي تبقى ذريعه لمزيد من رياض الطوله لروسيا في الداخل الاوكراني وتوسيع للصراع بشكل او باخر. ولكن اللي بيبص وبيتابع كمان تاثيرات الحرب على الداخل الروسي لا انه احنا بدانا نشوف بعض القرارات اللي قد تغير على شكل المعيشه وشكل الحياه، ومنها انه طول عمر روسيا الحقيقه منذ الحرب العالميه الثانيه وهي بتسعى بشكل كبير جدا انه تزيد كعدد السكان، لانه روسيا دوله متراميه الاطراف اكثر من 8.5 كيلومتر مربع من اكبر دول العالم، وعدد سكانها تقريبا 144 مليون. وكمان معروف عن الشعب الروسي انه في اثناء الحروب يعني هو شعب بطل بطبيعته وبيحب البطوله، فكانت الخسائر الضخمه وكبيره سواء في صفوف المدنيين او في صفوف الجيش الروسي في الحرب العالميه الثانيه، يعني معركه واحده زي معركه ستالينجراد والغزو الالماني وتقريبا المعركه دي بس يعني او الغزو خسروا فيه حوالي 2.5 مليون. انا ما بتكلمش على الحرب كلها، ده بس المعركه كدي، فكانت خسائر الروس دايما كبيره. وكان زمان كان في تشجيع ايام بقى ستالين والحقبه السوفيتيه في اوجها، كان في دايما تشجيع على الانجاب. الجديد انه الرئيس فلاديمير بوتين رجع مره تانية بيحث الشعب الروسي على زياده الانجاب ومعدلات الانجاب، وقال ان هو هيرجع جايزه كانت موجوده ايام ستالين، وهي رجعت بالفعل جائزة الأم البطلة. جائزة الأم البطلة، الأم البطلة دي لو حضرتك خلفت 10 تبقى أنت أم بطلة وتاخد الجائزة دي، والجائزة دي يعني ليها مردود مالي كبير. فأنتوا متخيلين هم مطالبين يعني السيدة تنجب دلوقتي 10. وطبعا ده بان كمان مع إعلان حالة التعبئة، لأنه ناس كتير وشفنا طبعا بعض المشاهد المختلفة في الداخل الروسي، في البعض حب يطلع بره البلد، البعض الاخر لقينا بعض الاخبار بتتكلم عن ناس بتكسر دراعها ومش عارف ايه عشان يهرب من التجنيد. بقولش ان ده في عموم الشعب طبعا، ولكن اصبحت ظواهر في بعض الاحتجاجات كمان داخليه، لانه برضو يعني ظروف حرب والحرب ليست بالشيء السهل، وما زال الروس برضو بيعيشوا في اذهانهم اجواء الحروب المختلفه، واخرها الحرب العالميه كانت خسائرها كبيرة للغاية على كل المجتمع. خلونا ناخد بعض القراءات كده في هذه المواقف.
ومن الأستاذ أديب الأستاذ الدكتور أديب السيد أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون الروسية. أهلا بك يا فندم، منورنا في 90 دقيقة. طبعا الدكتور معنا من موسكو عبر سكايب، بنرحب بك يا فندم. شكرا. يعني هبدأ مع حضرتك من الخبر الرئيسي اللي الناس مهتمة به النهاردة، وهو أنه الناس يعني منتظرة خطاب فلاديمير بوتين، رئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة القادمة. توقعات حضرتك بالنسبة لهذا الخطاب وتأثيره على المرحلة القادمة من الحرب، إيه النقاط الأساسية اللي تتوقع حضرتك أنه تكون محل هذا الخطاب؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم. هذا الخطاب سيتسم بأهمية خاصة، أعتقد أن الرئيس بوتين سيعود ليطلع الشعب الروسي على الأسباب التي أدت إلى بدء القوات الروسية بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية السكان في دونباس. وبالتالي وبالرغم من أن هذا الخطاب هو يتسم بطابع دوري سنوي عادة ما يلقيه أمام الجمعية الوطنية وهي التي تضم مجلس الدوما وكذلك المجلس الفيدرالي، أي البرلمان بمجلسيه، إضافة إلى كبار الشخصيات السياسية والاجتماعية وأعضاء الحكومة الروسية ويعني ممثلي القطاعات النافذة بالاقتصاد الروسي. بالتأكيد سيتم التعرض إلى نتائج الاستفتاءات التي انتهت اليوم في هرسون وزاباروجيا ولوغانسك عفوا والإقليم الدنيسك. فالآن النتائج الأولية لهذه الاستفتاءات تشير أن أكثر من 95% من سكان هذه الأقاليم أدلوا بأصواتهم لصالح الانضمام إلى روسيا. فهذه ستكون مقدمة سياسية هامة من أجل يعني قيام قادة هؤلاء الأقاليم بالقدوم إلى روسيا والتوقيع على وثائق الانضمام إلى روسيا الاتحادية في أجواء مهيبة. ربما تتزامن هذه الفعاليات مع خطاب الرئيس الذي كما أعتقد أنه ستجري فعالياته في قصر الكرملين. فمن المؤكد أن هذا الخطاب سيحظى ليس فقط باهتمام داخلي في روسيا الاتحاد، بل سيكون له أبعاد عالمية. ناهيك أن الرئيس بوتين سيعود ليؤكد مرة أخرى ويحذر مرة أخرى الدول الغربية من مغبة القيام بأي عمل ستراه أو ستقيمه روسيا بأنه عدوان على أراضيها بعد انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا. وربما تأخذ الأمور منحا آخر، أي بمعنى أن الرئيس الروسي قد يقيم المساعدات العسكرية والمالية وخاصة تقديم الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا على أنها مشاركة في العدوان الغربي ضد روسيا عبر في قطاع العمليات الأوكراني. طبيعي أنا معذرة، أنا عمالي بواجه متاعب لأني عمالي بسمع صوتي بيرجع لي كمان بالسماعة، يا ريت لو أنكم تصلحوا. فبالتالي أعود للحديث عن الخطاب. أعتقد أن الرئيس بوتين سيتوقف مطولا هذه المرة ليوضح أهمية الخطوة السياسية التي دعا لها في خطابه الأخير، وهي إعلان التعبئة العامة.
بحقيقة المجتمع الروسي والدولة الروسية مثلها مثل أي بلد آخر لم يشهد تعبئة عسكرية منذ عشرات السنوات. كانت هذه الخطوة مفاجئة نوعا ما. بالضبط. وهنا اسمح لي دكتور أديب هناك وهنا اسمح لي دكتور أديب معلش وعذرا طبعا لصعوبة الاتصال، ولكن مع إعلان حالة التعبئة ويمكن بدأنا نشوف مشاهد مختلفة في وسائل الإعلام العالمية باختلاف توجهاتها. طبعا البعض ممكن يكون مغذى بشكل يعني لان احنا في حرب، والحرب تغذي الشائعات وتغذي طبعا نظره كل واحد لشكل الصراع عامل ازاي، ولكن يعني شاهدنا بعض المشاهد انه في ناس بتذهب الى جورجيا مثلا يعني مش عايزين يخشوا في عمليه التعبئه، او انه بعض المواقع اشارت الى انه في حالات غضب في وسط بعض الجماهير الروسيه. شفنا بعض المشاهد قد تكون مغذاه من الغرب ايضا لتغذيه وتاجيج الصراع جوه روسيا، ولكن حضرتك تقييمك انت للموقف، لانه البعض بيرى انه قد يكون ايضا عامل فصل في الصراع هو التاثير الداخلي والضغط الداخلي على الرئيس بوتين، كيف تنظر الى تلك النقطه؟ من الصعب في أي مجتمع وفي أي دولة أن تجد إجماعا كاملا من قبل كافة فئات الشعب الاجتماعية والقومية والدينية حول برنامج موحد أو حول طرح موحد تتقدم به قيادة الدولة، وهذا الوضع ينطبق على روسيا. فالمشكلة الآن بأن هناك فعلا يعني بعض العيوب التي شابت عملية التجنيد، وروسيا كما ذكرتم في تقريركم بلد متغامي الأطراف تبلغ مساحته 17 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه الآن 150 مليون فقط. فبالتالي يعني هناك حرص شديد من قبل القيادة الروسية على يعني ضمان سلامة العسكريين والمجندين الذين يتوجهون إلى الجبهة، ولذلك كانت هناك معايير لاختيار من سيتم تجنيدهم. عمليات الاستدعاء للتجنيد والتعبئة الجزئية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، وهي تضم بالمناسبة فقط 300 ألف عسكري، وهذا يعادل فقط 1.5% من مجموع عناصر الاحتياط في روسيا وعددهم 25 مليون. كان بإمكان القيادة الروسية مثلما كانت القيادة السوفيتية تفعل في الماضي، كان بإمكانهم أن يقوموا بعمليات التجنيد بدون أي إعلان وبدون أي تعب، ولكن أراد الرئيس الروسي أن يوجه رسالة إلى الغرب بأن يعني كلامه يجب أن يؤخذ على منحل جد، تهديداته وتحذيراته يجب أن يتعامل معها الغرب بشكل جدي للغاية، لأنه كما قال أنني أخاطبكم وأنا لا أمزح، والرئيس بوتين عودنا بأنه إذا قال شيء يقوم بتنفيذه. فبالتالي هذا الكلام بالدرجة الأولى يعني موجه إلى واشنطن ولندن لأنهما أكثر الدول استهانة بالمواقف التي يقوم الرئيس بالإعلان عنها. فبالتالي كانت هناك بعض المشاكل في عمليات التعبئة وربما لا زالت، ولكن الشيء المهم وهو أن المسؤولين في وزارة الدفاع وفي التعبئة العامة أخذوا يتعاملون بشكل جدي مع هذه العيوب وهذه المنغصات ومعالجتها. لكن دكتور أديب لو سمحت لي أيضا، لأنه النقطة دي العالم كله بيتحدث عنها الآن، وكل يوم بدأنا نشوف تحليلات لسيناريوهات الحرب النووية، وإن كان يعني المتخصصين والخبراء كانوا بيستبعدوا ده لغاية وقت قريب، لكن النغمة بدأت تتصاعد وخاصة من الجانب الروسي. إلى أي مدى ممكن نكون احنا بالفعل قريبين من نقطة زي دي، وحتى لو استخدام حديث للأسلحة النووية، لكن إلى أي مدى ممكن يكون ده قريب في أرض الواقع؟
يعني دعنا نجيب على هذا السؤال ببعض التفصيل. الحجج الغربية بأن بوتين أو روسيا ستستخدم الأسلحة الكيميائية أو النووية في أوكرانيا هي لا أساس لها من الصحة. معالجة الوضع عسكريا في أوكرانيا لا تتطلب من الروس استخدام أي أسلحة من أسلحة الدمار الشامل، ولكن التهديد، وهذه قضية مهمة، التهديد موجه إلى واشنطن ولندن وبروكسل وبون وباريس، ويجب أن يأخذوا هذا التهديد على منحى الجد. هذه العواصم، هذه الدول هي التي ستكون مستهدفة بأي ضربة نووية في حال قيامهم بعمل يدخل في نطاق العقيدة العسكرية الروسية، أي عمل من شأنه أن يهدد وجود الدولة الروسية أو يؤدي إلى إسقاط أو تغيير نظام الحكم بروسيا بالقوة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. فبالتالي يعني يعود إلى القيادة الروسية تقييم ما هي الأخطار التي سيعتبرها الكرملين تشكل تهديدا وجوديا للدولة الروسية. فلذلك أنا من أعتقد شخصيا بإمكانية تورط العالم والمجتمع الدولي في حرب نووية هي الآن أقرب من أي وقت مضى، وأقرب حتى من الأزمة التي شهدها العالم وهي أزمة الكاريبي في عام 1961. فبالتالي هذه مخاطر جدية ويجب على العالم أن يتعامل معها، وخاصة الغرب أن يتعامل معها بشكل جدي، لا سيما وأن الرئيس بوتين يعني بدأ منذ عام 2007 عند إلقاء خطابه الشهير في ميونخ في 2007 بدأ يخاطب الغرب بشكل جدي وبشكل ملح أن يتم الجلوس حول طاولة المفاوضات من أجل يعني إبعاد حلف الناتو، إبعاد المخاطر العسكرية، إبعاد الآلية العسكرية الغربية عن الحدود الروسية. ويبدو جليا الآن أن الغرب الذي استهان بهذه المطالب واستهان بها آخر مرة في ديسمبر العام الماضي عندما طرحها الرئيس بوتين في ورقة متكاملة الأطراف وطلب بتقديم ضمانات أمنية إلى روسيا، استهان الغرب مرة أخرى بهذه المطالب وضرب بها عرض الحائط وقالوا للرئيس الروسي افعل، اذهب وافعل ما شئت. والحقيقة الرئيس بوتين الآن يقوم بما طلب منه، أي أنه يفعل ما يستطيع أن يفعله ويفعل ما يشاء. فبالتالي هناك يجب أن يكون تعامل جدي مع هذا الطرح الروسي حاليا، ويعني تعامل جدي المخاطر. أنا كنت أتمنى دكتور تقول لي شيء عكس ذا، كنت أتمنى يعني من ناحية أخرى أنك تقول، ولكن لا أستطيع بالحقيقة أن أقول شيء غير ذلك، لأن آخر تصريح أدلى به نائب سكرتير مجلس الأمن القومي دميتري ميدفيديف حمل تهديدا مباشرا واضحاً ومباشراً بأن روسيا حمل بأن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا واصلت الدول الغربية تشكيل خطر وجودي، أي بمعنى أنه إذا تم تزويد أوكرانيا بأسلحة غربية أمريكية أو بريطانية فتاكة وتم استخدامها الآن حاليا بعد انضمام هذه الأقاليم ضد زاباروجيا وضد دانيسك ولوغانسك وهرسون، فبالتالي هذا ستعتبره روسيا اعتداء على أراضيها، وهي تعلن على الملأ أنها تحتفظ بحق الرد بكافة كما قال الرئيس بوتين بكل ما في مخزونها من أسلحة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا دكتور أديب السيد أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو. دكتور الحقيقة يمكن بيزيد تخوفاتنا من فكرة الحرب النووية، ويمكن في معرض حديث وأشار لسنة 1961، وحضراتكم عارفين 1961 كانت العالم أشبه بهذه النقطة، كان ما يسمى بأزمة خليج الخنازير أو أزمة الصواريخ الكوبية، لما روسيا كانت بتحط صواريخ بعيدة المدى ممكن تضرب الداخل الأمريكي، وكان دي ساعتها قام وحصل حصار لكوبا، ومن ساعتها وكوبا تحت حصار
بحري كبير من قبل الولايات المتحدة وحصار في كل الأشياء، بدأ مؤخرا بس ينفك شوية. لكن الحقيقة هنا التعويل أنه لو ماذا لو قدم الغرب فعلا أسلحة فتاكة إلى الجانب الأوكراني استطاعوا من خلالها أن هم يضربوا الداخل الروسي، وأنا ما أعتقدش أن الغرب وصل لهذه النقطة حاليا، لأنه كان في خبر حتى امبارح أنه ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالدبابات. وكمان الولايات المتحدة كان في صفقات متعلقة بالاف 16 وغيره، هذه الصفقات معطلة. يعني كل واحد بيتست او كده زي ما بيقولوا يعني بيرمي حجر في المياه وبيشوف رد الفعل. يوم الجمعة اعتقد ان الصراع زي ما قال الدكتور قد ياخذ شكلا اكثر خطورة، فربنا يستر. هنتابع مع حضراتكم بالتاكيد، ودائما ما نحلل كل شيء. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة النهاردة احنا متوقف أمام مناسبة عالمية وليها خصوصية خاصة بالنسبة لنا في مصر. النهاردة احنا بنحتفل باليوم العالمي للسياحة، ومش بس نحتفل باليوم العالمي للسياحة لكن العالم كله بيحتفل معانا ب 200 سنة على إنشاء علم المصريات. ومن النادر أن تلاقي يعني أو تلاقي حضرتك علم يعني يحمل اسم الدولة اللي فيه. يعني احنا بدأنا علم المصريات أعتقد أصبح شوية فيما يتعلق بالميسوبوتاميا والحضارة العراقية، ولكن احنا الأصل ونظل الأعرق في هذا المجال. الحقيقة كمان أنه توقفنا عند هذه الأحداث كان لي رؤية خاصة، لأنه النهاردة كمان كان بتشهد كل متاحفنا طبعا عملية للفتح بدون رسوم، وده شفناه مردوده على وسائل التواصل الاجتماعي أنه النهاردة لو حركوا وتحت السوشيال ميديا أو نزلتوا بلان التحرير هتلاقوا كان طوابير من المصريين على المتحف المصري ومتحف الحضارة، برضو راح ناس كتير، وهنعرض لكم يمكن شوية صور بعد شوية. وده اللي خلينا الحقيقة متفائلين أنه في ازدياد بشكل مهم لنسبة الناس اللي عايزة تعرف حضارتها وعايزة تعرف تاريخها، خاصة أن احنا شاهدنا على مدار الفترة اللي فاتت مجموعة من الأحداث اللي جعلت مرة أخرى احتفائنا بالحضارة المصرية يكون في مقدمة أولوياتنا. ولكن وإحنا طبعا بنبص على هذه الأشياء الإيجابية، لابد أن نلتفت أيضا لمجموعة من التحديات اللي بتواجه قطاع السياحة في مصر. ولما بنقول 200 سنة على إنشاء علم المصريات والحضارة الأهم والأعرق في العالم، فلازم نشوف كمان سياحة تليق بحجم الحضارة الأعرق في العالم، خصوصا أنه في ولع دائما بالحضارة المصرية في كل الدنيا. فإزاي نقدر نترجم ده على أرض الواقع مع توجهات الدولة المصرية أن احنا نرفع من أعداد السائحين، وأن احنا نصل كمان لدخل يفوق 30 مليار دولار خلال العامين القادمين، وهو تحدي في ظل إقليم مضطرب يعاني من أزمات، وإحنا كمان بنعادي من أزمات في هذا القطاع. وعشان كده احنا النهاردة معانا واحد من أهم خبرائنا وبنعتز دايما بآرائه وبعلمه الغزيل، وهو الدكتور عادل المصري المستشار السياحي المصري في باريس سابقا، وكمان الحاصل على الدكتوراه بتاعته في إدارة الأزمات المصرية. وبالتالي يعني احنا النهاردة رحنا لأرض الواقع وللتحدي في عقر دار. أهلا وسهلا دكتور، أهلا بيك، نورتنا وبنرحب بحضرتك وسعداء بوجودك في مصر. الله يخليك، أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني النهاردة حضرتك لو تابعت معنا كده هبدأ معاك بالحاجات اللطيفة. النهاردة شفت كده على الفيسبوك وكده شفت أعداد كبيرة من المصريين راحت المتاحف النهاردة. انطباع حضرتك عن القصة دي إيه وفتح المتاحف المصرية في اليوم العالمي للسياحة، وزي ممكن نستثمر المشاهد دي؟
لا طبعا هو يعني دعني الاول ممكن حضرتك تأذن لي ان انا يعني اوجه تحيه لكل زملائي في القطاع السياحي سواء الرسمي او الخاص بمناسبه اليوم العالمي للسياحه. يعني كلنا نعلم ان هذا اليوم هو كان بمناسبه طبعا انشاء الاسس التنظيميه لعمليه منظمه السياحه العالميه في سنه 70، وكان اول احتفال بيها كان سنه 1 وكان سنه 80 على ما اعتقد. بالعوده مره اخرى لموضوع النهارده يعني زيارات المصريين، طبعا ده شيء هبدا معاك بالحكايات اللطيفه. ده شيء طبعا حقيقه كان افرحني جدا، لان ده برضو بيبين حاجه مهمه جدا ان هناك زياده في عمليه الوعي الاثري، ودي مهمه جدا ان احنا ننمي هذا الاتجاه. فطبعا ده برضو ان في شغف عند المصريين لمعرفه تفاصيل الحضاره المصريه القديمه بتاعتهم، وده اكيد هيولد جوه كل مصري برضو حاجه مهمه جدا، بالاضافه طبعا الافتخار بالحضاره المصريه القديمه، ولكن هيولد جواه حرصه على ان هو ينقل ده من خلال عمليات بقى اكبر، من عمليه ان هو يبقى ازاي بيتعامل مع السائح الخارجي، وده هيكون له موضوع اعتقد حضرتك يعني هنفرد فيه. بالتاكيد هنتطرق ليه، لكن طبعا مفيش شك ان هو شيء ايجابي للغايه. يعني اقبال المصريين على متاحفنا النهارده، واحنا كمان في حدث استثنائي وهو 200 سنه على انشاء علم المصريات، او يعني بداية ظهور بوادئ علم المصريات، وطبعا اكتشاف الحملة الفرنسية لحجر شامبليون وفك رموزه. وهنا برضو لازم نتوقف، يعني تاريخ مهم وبيرتبط كمان بأحداث عالمية تاريخية. ازاي ممكن او شايف ازاي يعني هذا التاريخ من منظور بقى الغرب لو جاز التعبير، وكيفية استثماره أيضا إزاي ممكن نبني على ده، خاصة أنه في الفترة اللي فاتت كده وحرك برضو ممكن تشير لهذا الموضوع، من حرك كمان دكتورة بتاعتك من السوربون، أنه وهو مش جديد يعني أنا استغربت. بس طبعا الناس طبعا قعدت تشير للتمثال بتاع شامبليون وهو حاطط الأثار الجدل الذي أثار الجدل. أثار الجدل، وحضرتك أكيد ليك رؤية مختلفة من الخارج كمان. لا هو طبعا النهاردة بيتوافق طبعا العام الـ200، هم 200 سنة على اكتشاف شامبليون لحجر رشيد وفك الطلاسم والرموز. وطبعا النهاردة كنت يعني أتوقع أن تصدر يكون في عدد من الإصدارات والنشرات الصحفية المرسلة للخارج فعلا لتعظيم الحدث ده. هو في الحقيقة هم كمان بالتزامن هناك حدث آخر اللي هو بنسميه السناتير أو المئوية بتاعة برضو اكتشاف توت عنخ آمون، يعني هو برضو خلال شهر. فإحنا يعني في خلال الشهرين دول عندنا حدثين كبار جدا، ودول بيذكروا ان كل الناس في خاصة في الخارج بعودة مصر او عودة القوة الناعمة الثقافية لمصر مرة اخرى، اللي هتكتمل ان شاء الله بافتتاح المتحف المصري الكبير. ولكن بالعودة لموضوع حقيقة شامبليون، لكن على الاقل في زخم في باريس مثلا نفسها وحرك يعني معهد العالم العربي الى حد كبير، المهتمين في اللوفر، طبعا هناك قسم اسمه قسم علم المصريات موجود بجامعة السوربون في باريس، اللي أنا بتشرف أن أنا يعني أحد خريجيها. ولكن يعني أنا كنت أتوقع من خلال مكاتبنا الإعلامية في الخارج، مكاتبنا السياحية، أنه كان يتم من خلال كل بلد من البلاد دي كان ممكن تتعمل احتفالية خاصة بهذا الموضوع. ليه؟ لأن احنا كمان مقبلين على موسم الشتاء، وده الموسم بتاع السياحة عندنا، فده كان هيعمل نوع من إثراء للحدث، وكان هيحفز ويخلق نوع من التشويق لزيارة مصر في هذا التوقيت. متفق جدا مع حضرتك، وهو ده خاصة أنه حصل نوع من أنواع كمان الجدل الداخلي والرغبة في المعرفة، وكأن الناس اتفاجئت بموضوع تمثال شامبليون على في مدخل السوربون، مع أنه مش جديد يعني. لا مش جديد. فرأي حضرتك إيه في النقطة دي؟
يعني. هي النقطه دي اثارت كثير من الـ من الـ 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 الجدل. هو في حاجه لازم نتفق عليها حضرتك، ان هناك احترام شديد وقدسيه تصل الى درجه القدسيه لكل ما يخص الحضاره المصريه القديمه. وبالذات انا اعرفه من الفرنسيين لان هم اشتركوا في معظم حملات حضرتك حاجه ما تسمى بالايجيبتومانيا او اللي هو الولع بالحضاره المصريه القديمه. احد الطلبه مره جه في احد البرامج الشهيره لجون ميشيل ده يوم حد، فقال له انت امنيتك ايه؟ قال له عايز اكون ايجيبتولوج. يعني وده متكرر النهارده حقيقه، ان الطلبه دارسين فرنسيين عايزين يبقوا كده. ولكن النقطه المهمه بالنسبه لهذا الحدث او للموقف ده بالتحديد، هو لا يؤثر اطلاقا على اعتبرهم ان مصر او الحضاره المصريه هي مصدر الهام للبشريه كلها، وما زالت عندهم الاحترام. ولكن هو الوضع نفسه بتاع او الوضع التشريحي للتمثال، يعني هو طبعا احنا بالنسبه لنا وفق ثقافتنا، لا طبعا انا شخصيا ما يعني كمصري ومنتمي غلط، ولكن ما نقدرش كمان ننسى حاجه، ان دي اتعملت من 200 سنه بالظبط. 200 سنه كانت الثقافه غير الثقافه، الفكر غير الفكر. وهم نفسهم الفرنسيين اختلفوا في التعبير عن هذا الوضع. يعني لم توجد هناك مثلا نص بينص ان هو بيقصد يعني موقف معين او بيقصد منه اهانه يعني ما فيش نيه الاهانه بشكل خاص. وهناك كان رد واضح وصريح من اعتقد الدكتور زين، هو لا توجد هناك اهانه متعمده، ولكن هي ممكن يعني كان الافضل مراعاه يعني وان كان من الافضل. وانا اعتقد ان هناك قد تجري بعض الاتصالات الرسميه ل يعني، واحنا اعتقد ان احنا في وضع يعني لا يسمح لنا باثاره العديد في وسط يعني الموقف الساخن على الساحه الدوليه. تقليل المشكلات حضرتك تقصد. طيب وهنا بقى نروح للمشاكل. طيب احنا يعني الحقيقه وفي عودة موسم او بعد موسم كورونا ما انتهى وكده، وبدأنا نشوف كتير من دول العالم بيرجع لها الزخم السياحي مرة تانية، ويمكن رجع لها بشكل أكبر. سواء يعني فرنسا أعتقد استقبلت الملايين، وشفت كمان دول 109 مليون. كم؟ 109 مليون. رقم ده في سنة الأخيرة، السنة الأخيرة يعني، ده اللي هو اللي ما قبل الكورونا. ما قبل هي طبعا هي نزلت شوية مع الكورونا ولكن النهاردة بترجع بسرعة جديدة جدا. 109 مليون رقم يعني 10 يعني تقريبا قد عدد السكان مره ونص. قد عدد السكان لو بمعدل اقتصادي كل سائح بيصرف على مواطن ونص. كمان احنا شفنا الدول يعني اعلنت تعافيها او يعني مثلا تركيا اعلنت انه هتعافي بشكل يفوق ال 100%. هي تعدت حاجه و40 كمان اكتر بالظبط. اليونان حتى دول البلقان مونتينيجرو وغيرها بدات تشوف، البانيا بدانا نشوف فيها مواسم سياحيه. ولكن احنا كانت صعوبه تعافينا من بعض ازمه كورونا، حضرتك بتحلل ده ازاي؟ دعني الاول ابدا بالشيء الايجابي حضرتك. يعني اولا النهارده في ارقام صدرت ليها دلالات وليها مؤشرات مهمه جدا. يعني المركز القومي للاحصاء النهارده التعبئه والاحصاء اصدر يعني بعض كده ارقام يعني نقدر نقول عليها انها جيده ومؤشرات، ولكن هناك ليها مدلول اخر جميل لو حضرتك تلقي عليها. اولا النهارده احنا في سنه 21 احنا استقبلنا حوالي 8 مليون سائح. طبعا الرقم لا يتناسب اطلاقا معه، ولكن بعد ظروف خروجنا من الكورونا زي كل دول العالم يعني كان رقم. السنه دي في 22 النصف الاول من هذا العام من 22 احنا استقبلنا حوالي 4,900,000، يعني نقدر نقول 5 مليون، في حين ان بالمقارنه بالنصف الاول من العام الماضي كنا 2,600,000، ففي فرق حوالي 85% من هذه الزياده. فده مؤشر جيد ان احنا داخلين على ان شاء الله موسم شتوي ناجح. ولكن بالتحليل العميق شويه بمناسبه ان انا يعني راجل متخصص شويه في اداره الازمات طبعا،
بحب انظر الامور بشكل تحليلي. الرقم بالنسبه لي ممكن يديني معلومه. احنا لو جينا بصينا للزيادات اللي حصلت حضرتك ديت وده كان جيد جدا من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون كانت هناك الارقام دي 50% من اللي جم كانوا من الدول شرق اوروبا، حوالي 18% جم من الشرق الاوسط، 16% جايين من اوروبا، و7% جايين من افريقيا. انا حقيقه بالنسبه لي كراجل في يعني بشتغل في هذه الصناعه، انا ده مؤشر بالنسبه لي يعني فوق له محتاج صانع القرار لازم ان هو ينتبه لحاجه مهمه جدا. بالتأكيد. احنا في فتره من الفترات بتوع اوروبا دول بالظبط حضرتك انت حضرتك يعني ازاي نترجم الايجيبتومينيا دي لوجود على الارض بالظبط يعني. طب الايجيبتومينيا هم قاعدين هناك ليه ما يجوا هنا؟ في وقت من الاوقات حضرتك كانت اوروبا بتمثل 70% من السياحه الوافده لمصر، معنى النهارده ان اوروبا بتتراجع للمركز الثالث من حيث الإقبال، فده مؤشر لينا إن إحنا لازم إن إحنا محتاجين تكثيف حملات ترويجية ليست عن مصر بصفة عامة بس كوحدة واحدة، ولكن محتاجين حملات ترويجية متخصصة لكل منتج سياحي على حدة. لأن كل يعني النهاردة عندنا أكثر من منتج سياحي، عندنا منتج السياحة مثلا الدينية، ودي نقدر نتكلم عنها الخاص بمصارع إلى المقدسة مثلا، دي ليها شريحة. عندنا شريحة أخرى اللي هي الشريحة المهتمة بالسياحة الثقافية، في شريحة أخرى بتهتم بالسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية، أو اللي احنا بنقول عليها المزج ما بين السياحة الشاطئية والسياحة. عندنا هناك شريحة أخرى مهتمية بسياحة الدايفنج. احنا داخلين على مؤتمر اسمه مؤتمر المناخ. ده المفروض يستغل استغلال جيد جدا، ان هو ده بيظهر المقومات اللي بتملكها مصر ل منتج سياحة المؤتمرات. فإحنا لما بنيجي عندنا مشكلة في التسويق للمقصد السياحي المصري، إن إحنا دائما ما نسوق له كتلة واحدة أو وحدة واحدة، ولكن يجب إن إحنا نسوق له وفق الشرائح المستهدفة، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. فطبعا أنا النهاردة يعني كنت مبسوط بالأرقام، ولكن كان عندي بعض التحفظ أن أوروبا تتراجع للمركز الثالث، في حين ان هي اوروبا هي اللي بتجيب لنا الدخل بالظبط، لانه كمان الساحل الاخر ما بيصرفش زي الساحل الاوروبي. فانا بيهمني دائما حقيقه يعني انا كمتخصص لا اقرا الارقام بقدر ما اقرا الدخل اللي جاي من وراء الارقام. طب ينفع نسال حضرتك سؤال؟ لماذا يتراجع الساحل الاوروبي عن قدوم لمصر بعد فصل سريع؟ اتفضل يا فندم. نروح لحضراتكم لفصل، وبعد الفصل نرجع نكمل اسئله مختلفه هنسالها للدكتور عادل المصري عن قطاع السياحه وحلوله للأزمات بعد الفصل. بحلقكم مرة جدا وسعداء بوجود الدكتور عادل المصري مستشار السياحة المصري في باريس سابقا، والحاصل على الدكتوراه في مجال إدارة الأزمات السياحية في مصر. وكان نفسي تكونوا موجودين معنا ما بين الفصل واحنا بندرس في كتير من الموضوعات الحقيقة الدكتور يمكن على وعي كبير بيها. كنا بنسأل قبل الفاصل ليش الساحل الأوروبي بيتراجع مع أنه في حالة من العشق والوله للحضارة المصرية، لماذا لا يترجم ده على الأرض؟ هل الموضوع ليه علاقة بجانب أمني؟ طب ما احنا أمنين استقرينا هو بقينا كويسين، وحتى معدل الأخبار السلبية في هذا القطاع قل كتير جدا، لكن ليه ما بيجبوش؟ شو حضرتك، هو طبعا ما فيش شك أن هناك في كل الصحف سواء المقروءة أو مسموعة أو المرئية اللي بتنشر عن مصر بعض الأخبار الإيجابية كمان بتشير إلى حالة الأمن والاستقرار اللي بيتمتع بها المقصد السياحي المصري. هنا لازم نبحث ليه السائح بيتردد في اتخاذ القرار. أولا حضرتك في حاجة مهمة جدا، نمرة واحد إن أنا كمان لازم أخلق للسائح محفزات للسفر، يعني لازم أخلق عنده رغبة في السفر. لازم ان انا السائح اللي قبله جه لازم في حاجه بتقول او اداه من الادوات الترويجيه في السياحه بنقول عليها البوش دوغي،
يعني اللي هو الكلمه بال من 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 بالظبط. يعني فهناك بعض السلوكيات الخير خاطئه انتشرت مؤخرا عبر بعض الفيديوهات القصيره، واعتقد يعني احنا شفنا بعض الحاجات ديت على السوشيال ميديا. موضوع الوعي السياحي لابد ان هو انا بعتبره تضحك في التعامل مع بلوجرز او بالظبط يعني يعني هناك طبعا بعض البلوجرز الايجابيين ولكن هناك بعض البلوجرز نشروا بعض الحاجات السلبيه. فطبعا ودي نقطه اخرى ان احنا ازاي نختار بعد كده البلوجرز وفق معايير يعني متعارف عليها. فطبعا انا شايف النهارده من اهم معلش انا اسف في الحته دي بس تركيا والامارات وغير بياخدوا بقى الانفلونسرز المصريين دلوقتي يسفروا بالظبط هم بيقتطعوا بيستفيدوا بينا برضه هم بياخدوا بيستقطبوا جزء كبير جدا من السياح اللي بيجوا لنا احنا. فاحنا انا شايف ان احنا عندنا القدره على تخطي ده ولكن يكون بالعمل الجاد شويه. بمعنى ان احنا النهارده في قضيه عندنا قضيه مهمه جدا اللي هي قضيه الوعي السياحي. وحقيقه من القضايا اللي انا يعني دائما كنت مهتم بيها جدا وكان في ملف كامل انا كنت قدمت ليه من فتره ان احنا ازاي نهتم بهذا الملف الوعي على المستوى الشعبي على المستوى كل المتعاملين مع القطاع السياحي بصفه مباشره او المتعاملين او بصفه غير مباشره. ادينا نقاط كده سريعه مثلا عشان يعني انا يعني يعني حقيقه يعني تحضرني حاليا حقيقه ان انا اوجه يعني تحيه لاحد لنادي روتري تحرير ومن احد اللي تبنى هذا الموضوع السنه دي وحطه ضمن احد مشروعاته برئاسه السيد زميل وهو كمان في القطاع السياحي كمان رئيس النادي الاستاذ محمد منتصر نظرا لاهميه فعلا هذا الموضوع. واحنا ادركنا ده في الخارج فبنيجي نسالهم عن السلبيات اللي بتقابلهم زي ايه مثلا. فطبعا اولا اسلوب التعامل كل واحد بيتعامل مع السائح هو عنده اعتقاد شديد ان هذا السائح جاي وشايل كيبت فلوس بالظبط كده. لكن هو السائح ده موظف عادي جدا ولكن كل ما هنالك ان هو بيحتاج لسلوك متحضر، بيحتاج لمصداقيه في التعامل، بيحتاج لشفافيه، بيحتاج ان هو يشعر بعدم استغلال. دي حاجه يعني. فاحنا بنقول ليه لا ان احنا نبدا فعلا نعمل توعيه مجتمعيه جاده من خلال الشرائح السنيه بتاعت المجتمع سواء الاطفال في المدارس بنديهم ماده معينه. واحنا حقيقه في السابق كنا مضينا مجموعه من البروتوكولات مع وزير التربيه والتعليم وزير التعليم العالي ولكن دعني اكون امين وصريح مع حضرتك ان هذه البروتوكولات بعض الاحيان يعني لا تخرج الى حيز الواقع يعني فلازم احنا والله انا مره شفت مشهد غريب جدا عيال صغيره بتزق السياح بالطوب انا والله العظيم شفته مره يعني بالظبط يعني. كده فاحنا عندما يجد ان احنا بنتبنى تعريفه وتعليمه احنا تبنينا مره برنامج اسمه اعرف بلدك بنعرف فيه الطلبه الجامعات بمصر وبنخليهم يشوفوا السياح وبالتالي تبقى في نوع من الاحتكاك اللائق والمحترم. لكن هناك بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها اللي ارجو ان هي فعلا نجد ليها حل سريع. دي حاجه مهمه جدا. لازم النهارده حضرتك كل منظومه السياحه كلها لازم النهارده كل عنصر من عناصر المطاعم الفنادق الشركات السياحيه نفسها من خلال عرض برامجها من استعمال تعاملهم مع السائح لابد ان يكون التعامل اللائق والتعامل بدون استغلال. النهارده لازم ان احنا نحسن مستوى الجوده والخدمه بتاعتنا اللي احنا النهارده بنشوف زيها في كل دول العالم. لا مش يعني مصر تستحق ان هي فعلا تكون في مرتبه اعلى. النقطة الثالثة والمهمة جدا ان احنا ازاي ان احنا نهتم بالعنصر البشري بتاعنا. هناك الوزارة بتتخذ بعض الحقيقة بعض الاجراءات لتدريب وتأهيل اللعبة ولكن احنا عايزين تأهيل وتدريب على مستوى احنا عندنا معاهد وكليات ولكن بينقصهم دائما التدريب الجاد.
المعظم بيحب يخش التدريب عشان ياخد الشهاده ليس اكثر، ولكن احنا عايزين التدريب المهني الجاد اللي احنا بنشوفه في الخارج واللي حضرتك تفضلت ولسه قلت لي ازاي انت حضرتك شفته في الخارج. الحاجه الثالثه والمهمه جدا ان احنا كمان محتاجين ان احنا نستثمر شويه في موضوع تكنولوجيا المعلومات دي من في غايه الاهميه. وبعدين الحملات الترويجيه بتاعتنا في الخارج حقيقه محتاجه تعديل ومحتاجه نوع من التنسيق الرؤى ومحتاجه فكر محترف وجديه في التنفيذ. طب ليه بقى الحملات؟ احنا يعني كان احنا شفنا حملات كتير لمصر في الخارج، وانا نفسي في نيويورك مره في التايمز سكوير لقيت سنه كام حضرتك؟ من كام سنه والله، من 5-6 سنين. تمام. شفت اعلانات لمصر في التايمز سكوير، وكان في حمله من كام سنه برضو على السي ان ان، او من سنتين او حاجه على السي ان ان. تمام. ليه ما بيجيبش نتيجه؟ هقول لحضرتك، لان انا لازم ان انا وانا بوجه الحمله لازم اوجه الحمله بلغه ثقافه المتلقي. يعني مثلا السائح الفرنسي ثقافته مختلفه تماما عن السائح الروسي، فانا لو وحدت الرساله للسوقين في هنا هيحصل تضارب. وحضرتك عشان كده احنا بنقول دايما لابد من توجيه الرساله الترويجيه بمفهوم وثقافة الدولة المستقبلة للحملة. وبالتالي احنا الحملة النهاردة لازم النهاردة عشان تيجي بفاعلية لازم النهاردة ان انا ابدأ اركز على الاعلام المؤثر هناك. لازم اركز على القنوات التلفزيونية المؤثرة، وده اللي احنا عملناه ايام الدكتور ممدوح بلتاجي. كنا بنعمل حملات حقيقة في المتروهات، في وسائل الاعلام المختلفة، في الملصقات الإلكترونية اللي بنشوفها في الشوارع، بالإضافة لكمان لدعوة دائمة متكررة للصحف والجرائد والمجلات لزيارة مصر. النهاردة الوسائل الإعلامية ما بقتش تيجي زي الأول، في هناك قصور في توجيه الحملات الترويجية، آسف، الرحلات الصحفية دي مهمة جدا. بعدين النهاردة لما باجي بعمل حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ده شيء مهم جدا اعمل هذا، ليس واتعمل الحقيقة واتعملت فعلا، لكن مش لازم بس ان انا اعمل مجرد فيلم ترويجي ومعاه بعض الاخبار ومعاه بعض الصور، لا، النهارده لازم ان انا النهارده اتجه كمان للتطبيقات الحديثه. يعني النهارده هناك بعض المقاصد بتستخدم الفيسبوك اكتر من التويتر، في بعض المقاصد او بعض الدول بتستخدم التويتر اكتر من وهكذا. فانا لازم ان انا ابقى عندي تحليل اسواق وابقى عارف كل دوله بتستخدم ايه. ده دور بقى اللي احنا بنسميه دور تحليل الاسواق او اداره تحليل الاسواق، اللي هي بتحط دلوقتي دخلوا على التيك توك وانستجرام وانا بشوف يعني حملات بتحط المعلومات دي قدام صانع القرار. وبالتالي واحنا بنحط الحمله الترويجيه لازم كمان نشرك الخبراء المصريين. احنا بنجيب طبعا شركات من الخارج لها باع ولها خبره، ولكن دائما لابد من اشراك الخبرات المصريه. بس والله الخبرات المصريه بتشترك ايضا يعني لا تشترك مع وتنقل رؤيتها وخبرتها، لان الخبرات المصريه دي عندهم تراكم خبرات في الداخل والخارج، وبالتالي ممكن يكون لهم راي مؤثر خاصه لبعض الاسواق. يعني احنا النهارده لما الاقي الاسواق الاوروبيه بتتراجع للمركز الثالث، فده مؤشر لصانع القرار ان انا لازم ابدا اعدل من المحتوى التسويقي اللي انا بسوقه داخل الحمله الترويجيه. أيوة. لان المحتوى ومن هنا برضو عايز اسالك، يعني برضو احنا حاولنا نروح لاشكال ترويجيه جديده، يعني مثلا فعاليه الاقصر واكيد حضرتك شفتها، ونقل المومياوات. وانا بقول كلام حضرتك مش يعني، انا دخلت ساعتها شفت على تويتر وكان في حاله من القلبان ما فيش شك، والفيديوهات في كل حته، لكن برضو ما ترجمتش على الارض بعد كده بالشكل اللي نتمناه. يعني حصل انتعاشه شويه، لكن حصل انتعاشه لانها لازم تستمر حضرتك. يعني دائما انا محتاج عشان خاطر في الفكر التسويقي والفكر الترويجي دائما محتاج ان انا قبل ما اعمل الترويج والتسويق لازم دائما ان انا اعمل نوع من التكرار لترسيخ الفكره اللي هي بيجي منها بعد كده خلق الرغبه في السفر. لكن ما بعملش عشان كده دايما احنا كنا بنعمل زمان الحملات الترويجيه في بدايه الصيف وفي بدايه الشتاء.
فبالتالي كنا نذكر دائما المواطن الفرنسي او المواطن الاوروبي ان مصر هناك في الحسبان. فبالتالي دائما احنا لازم هو ده الفكر الترويجي، ان انا برسخ الفكره في دماغ اللي هو او في عقليه متخذ القرار او اللي هو هيجي او سائح المرتقب اللي احنا بنقول عليه. فدي طبعا نقطه مهمه جدا، احنا لازم يبقى عندنا وعي بالمحتوى التسويقي اللي انا بروج له. دي نقطه مهمه جدا، ولازم وانا بعمل الحمله ابقى مركز على اي شريحه او اي سيب اللي انا عايزه. ما ينفعش ان انا اعمل يعني مثلا احنا عملنا فيلم حلو جدا بيبل تو بيبل وفولو ذا سن، كان هايل، ولكن لازم انا اعمل كمان تقييم لده، احط معايير تقييم، ودي بيبقى ليها دراسات وليها ناس بيدرسوا تقييم الحملات، ايه مدى جدوى هذه الحملات، ايه المردود الايجابي المنتظر والمتوقع. وهنا بتخش عوامل اجتماعيه كتير. وكفان في نقطه ثانيه متعلقه كمان، اسمح لي بالوقت بس، كان في برضو حد بعت لي قريب، يعني كنا في مرحله بدانا كده نهتم بالشخصيات الدوليه اللي بتيجي في مصر والبلوجرز والفنانين وبتاع، لكن حتى كان قريب عندنا فنانه طب الشباب هيعرفوها كويس قوي اسمها، كنت يعني كان مسلسل شهير على نتفليكس اسمه إليت، وكانت موجوده واحده اسمها كونتيسا، وكان الشباب كلها ايه ده، وراحت زارت الهرم هي من نفسها وبتاع وحطت صورها، لكن احنا ما عملناش معها حاجه، لكن هي عملت من تلقاء نفسها. فناس كتير ساعتها بعتت قالت لي ازاي ما يبقاش فيه اهتمام بالناس اللي جايه دي، يعني وشاهدنا ده في حقيقه، انا عشان ما نبخس الناس، شاهدنا ده الحقيقه فتره وبعدين الدنيا نامت تاني، عشان احنا ما عندناش دائما ما يسمى بالمتابعه. يعني انا اذكر لما كان ليا الشرف ان انا كنت في الهند، احنا جبنا مثلا أميتاب باتشاب مصر، جبنا ملكه جمال الهند سيلينا جيتلي جبناها مصر، ودينا لها تايتل براند امباستور اوف ايجيبت، يعني سفيره السياحه المصريه. قعدت معانا هناك 5 سنين في الهند، كانت دائما في كل حته تروحها الاعلام يتناولها بسفيره السياحه المصريه. فدائما في حاله تذكره. أيوة دائما. يعني احنا يعني في المعرض السياحي الاخير في باريس اللي هو معرض اسمه توبريزا، ده بيعد واحد من اكبر المعارض السياحيه، دعونا لبعض الافكار للسيد رئيس هيئه تنشيط السياحه، يعني ان احنا يعني قلنا له بعض الافكار والمقترحات بالنسبه للسوق الفرنسي، يعني لماذا لا ندعو مثلا ملكه جمال فرنسا، وهي انا اعلم ان هي ترغب في زياره مصر، مؤتمر زي مؤتمر اتحاد شركات السياحه الفرنسيه، نفس العمليه بالنسبه لالمانيا، ندعي اتحاد شركات السياحه الالمانيه، وهو ده اللي بيخلق الزخم وبيخلق الرغبه في ادراج مصر في برامج الشركات. فدائما الجهود التسويقيه بتبقى دائما محتاجه النفس الطويل، ما يعني ما عملتش الخطوه وانتظر الاجابه. بالظبط بالظبط، ده محتاج فلوس ايضا، ضخم، محتاج فلوس. انا اعتقد ان احنا يعني هناك ميزانيات مخصصه جيده للغايه، ولكن احنا كمان محتاجين حاجه مهمه جدا، ان احنا نبدا نتحرك على بعض المنتجات اللي ممكن تجيب لنا فلوس. يعني اعتقد ان هناك تبني من الدوله حقيقه لمنتج مهم جدا، وانا سعدت بده، لمنتج اللي هو سياحه اليخوت. واعتقد هناك كان حديث. أيوة. سياحه اليخوت حضرتك من المنتجات المهمه جدا، منتج سياحي رائع اولا بيتميز، عندنا العالمين وعندنا بعض المناطق في الساحل اصبح والجونه، يعني وممكن يتوسع، واحنا لسه كمان عندنا اولا سائح اللي هو بتاع اليخوت ده بيصرف 3 بمعدل 3.5% من 3.5 مرات من السائح العادي معدل انفاقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا في 30,000 يخت بيجوبوا في البحر الابيض المتوسط. مصر لا يعني لا تجذب الا 6% فقط. فده رقم ضئيل جدا بالنسبه للامكانيات الضخمه اللي موجوده عندنا. بس في انتباه وفيها محاوله تعظيم. حقيقه وانا سعدت لهذا، ويعني يعني اعتقد السيد معالي السيد رئيس مجلس الوزراء بنفسه متبني هذا الموضوع، وهناك اتجاه لعمل المنصه النافذه الواحده لتخليص الاجراءات. ولكن انا كمان هذا النوع من السائح اولا بيصرف ببذخ، وده انا محتاجه حقيقه. ليه؟ لان ده سائح حضرتك بيشغل لي حاجات كتيره جدا، اللي هو ما احنا بنسميها بقى في لغتنا البعد الاجتماعي، وجاي مع الناس بتوعه وجاي مع الناس بتوعه، وغالبا هم رجال اعمال، فلازم انا اخلق له محفزات انفاق.
فدي نقطة في غاية الأهمية إن إحنا لازم إن إحنا نبدأ نشتغل على ده، نشوف الجرايد والمجالات المتخصصة، ندعو أصحاب الإعلام المؤثر في هناك مجلات متخصصة في سياحة اليخوت. حضرتك ده يعني زي بالظبط سياحة الجولف. سياحة الجولف ليها مجلات متخصصة وليها اتحادات متخصصة. وأنا أذكر يعني أنا في آخر فترة ما كنت في باريس دعونا عدد من منظمي البرامج ليشوفوا ملاعب الجولف الموجودة عندنا في مصر لعمل مسابقات في سياحة الجولف. فإحنا وصلنا في مرحلة من المحرات من المراحل إن إحنا بدأنا نبيع برامج مصر للخارج حقيقة بأسعار لا تتناسب مع قيمة مصر. وهذا يعني أعتقد هناك كثير من الزملاء في القطاع ضد الموضوع السياحة الرخيصة، لأن إحنا عايزين دائما نصنف إن إحنا من السياحة اللي هي ذات الأسعار على الأقل المعتدلة. وكمان في قيود للسفر للأسف وقت حلقتنا خلاص، بس في بداية قيود للسفر على السياحة الروسي، فنتمنى إنه ده برضو يرجع لنا. ده كحقيقة كان يعني نزلت مقال دوت إن إحنا نستقصد الأعداد اللي هي مش هتروح أوروبا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل نورتان، دكتور عادل المصري مستشار السياحي في المصري في باريس سابقا، وأيضا الدكتوراه بتاعته في مجال يهمنا جدا وهو إدارة الأزمات السياحية المصرية إدارة الأزمات وجامعة بشكل علمي محترف يعني. طبعا النهاردة كان بداية، لكن الحديث في هذا الملف يطول ويستحق مزيد من النقاش. بشكر حضرتك نورتان دكتور عادل. الله يخليك يا فندم وسعيد. كمان بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير وصحة وسلامة، أو حلقة جديدة من 90 دقيقة. إلى اللقاء.